من أراد أن يعرف في أي زمن نحن فلينظر لقضية الشاب إبراهيم عزب. اعتقل أيام مبارك، أفرج عنه بعد ثورة يناير في عهد طنطاوي، ثم اعتقل ومهدد بالإعدام في عهد السيسي. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نعرض لأهم ما يشغل بال المصريين في مصر الليلة، وهذه أبرز ملفاتنا. مية مية مش هنفرق في شعية. بعد نحو شهرين من تأجيل الدراسة، طلاب الأزهر يتحدون الإجراءات الأمنية ويستهلون فصلهم الدراسي الثاني بانتفاضة جديدة ضد الانقلاب. على وقع صراخ وبكاء ومشاهد درامية، قوات الأمن ترحل بالقوة عشرات الأطفال المعتقلين بالإسكندرية إلى مؤسسة عقابية بالقاهرة وتعتدي على أهاليهم والمتضامنين معهم. على كده على التضامن مع إبراهيم عزب طالب الصيدلة الذي يحاكم بتهمة الإرهاب الأربعاء، النطق بالحكم بعد إحالته للمفتي. القانون يفرض إعادة المحاكمة، فهل يفاجئنا القضاء بمسار مختلف؟ العيشة بقت أسوأ من الأول، احنا كنا ننتظر عيش افضل، ده جت اسوء. اجيب لك ايه؟ رغيف عيش تاكله دلوقتي؟ ما يتاكلش. المواطن المصري يئن وحيدا في مواجهه جشع التجار بعد نقص السلع التموينيه وقله جودتها وقله حيله الدوله. أهلا بكم، يشاركنا تقديم مصر الليلة الزميلان عمر فياض في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك عمر. أهلا بك زين. أما زميل سيد توكل فيقرأ لنا موجز الأخبار. أهلا سيد. أهلا بك زين، شكرا لك. مشاهدينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأخبار. رحلت قوات الأمن 31 طفلا بالقوة من مؤسسة الأحداث بالإسكندرية إلى المؤسسة العقابية بالمرج في القاهرة بعد الاعتداء على الأهالي المعتصمين أمام الدار والأطفال داخل العنابر بقنابل الغاز وطلقات الخرطوش. وأضافت المصادر أن 91 طفلا ما زالوا محبوسين بالإسكندرية، فيما أشار إلى أن قوات من الأمن المركزي والوحدات الخاصة ترافقها تشكيلات من المنطقة الشمالية العسكرية اقتحمت أماكن احتجاز الأطفال واعتدت عليهم بالضرب المبرح. أطلق نشطاء حملة توقيعات دولية للإفراج عن إبراهيم يحيى عزب الطالب بالسنة النهائية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة والذي حكم عليه غيابيا بالإعدام قبل أن يتم اعتقاله أوائل الشهر الجاري بتهمة التخطيط لقتل ضباط شرطة وحيازة أسلحة. وقال نشطاء إن الاعترافات التي بثتها وزارة الداخلية لعزب انتزعت منه بالإكراه. وكان إبراهيم عزب قد واجه اتهامات عام 2009 بالانتماء لخلية إرهابية، لكن محكمة الجنايات برأت المتهمين عام 2010 لعدم كفاية الأدلة. نظم عدد من شباب القوى الثورية المستقلة وقفة أمام نقابة الصحفيين، وذلك تضامنا مع المعتقلين في السجون. وردد الشباب هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، منددين بسعي القوى السياسية للكراسي فقط ونسيان المعتقلين. كما طالب المشاركون في الوقفة بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية. تواصلت المسيرات الليلية المناهضة للانقلاب العسكري في القاهرة والمحافظات، ونتابع مشاهدينا الآن جانبا من البث الحي لهذه التظاهرات. نظم عدد من أبناء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية لندن وقفة أمام رئاسة مجلس الوزراء البريطاني في داونينج ستريت للتضامن مع المعتقلين في سجون الانقلاب. وطلب المتظاهرون بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن كافة المعتقلين، قائلين إن عددهم نحو 20,000 ويعانون من ظروف سيئة.
اجتاحت المظاهرات فروع جامعة الأزهر في القاهرة والمحافظات استجابة لدعوات طلاب ضد الانقلاب للتظاهر. ففي القاهرة نظم طلاب جامعة الأزهر وقفة احتجاجية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للتنديد باعتقال المئات من زملائهم في الفصل الدراسي الأول. وطلب المشاركون في المظاهرة بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المتورطين في قتل الطلاب. قالت مصادر من هيئة الدفاع عن المعتقلين إن أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي توجه إلى المحامي العام لنيابات شرق القاهرة للتقدم بطلب لزيارته ومعرفة مكان والده بعد أن منعته إدارة سجن ترى من زيارته صباح اليوم وأخبرته بأنه تم نقله إلى مكان غير معلوم. حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري جلسة الثلاثاء القادم لنظر أولى جلسات دعوى للمطالبة بوقف وإلغاء القرار الجمهوري بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. يأتي هذا بينما قالت مصادر للجزيرة مباشر مصر إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سوف تعقد اجتماعا في 7 مساء اليوم بمقر الهيئة للاستعلامات بمدينة نصر. واستبعدت المصادر أن يتم اليوم تحديد موعد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية. تعهد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي بعدم التراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية وتحقيق متطلبات الشعب والقصاص للشهداء. خلال زيارة لحزب الوفد طالب صباحي الحزب بتأييده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه يسعى لتحالف سياسي يعبر عن قوى شعبية طالبت بالوصول إلى مجتمع يكفل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة حملة لتنفيذ الإزالات المخالفة من العمارات المقامة بمنطقة كورنيش المعادي خلف المحكمة الدستورية، والتي يصل عدد العمارات المخالفة بها إلى أكثر من 30 عمارة وغير حاصلة على التراخيص من الأحياء التابعة لها. وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي الذين تجمعوا بالقرب من العمارات احتجاجا على عمليات الإزالة. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية حتى الساعة. نذهب إلى الزميل زين العابدين للبدء في فقرات مصر الليلة. شكرا لك سيد. قبل أن نبدأ في الموضوع الرئيسي أتعرف أيضا من الزميل عمر فياض على كيفية مشاركة المشاهدين في فقرات مصر الليلة. عمر. شكرا زين. دعني في البداية أذكر المشاهدين بما سيتم مناقشته في الجزء الأول من حلقة الليلة. الموضوع الأول سيكون عن مظاهرات طلاب جامعة الأزهر تحت شعار انتفاضة الأزهر الثانية. الموضوع الثاني سيكون عن ترحيل 40 طفلا لأحد المؤسسات أو لإحدى المؤسسات العقابية في الإسكندرية. أرسلوا لنا أراءكم حول هذه المواضيع من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. اكتبوا رأيكم أو التدوينة أو السؤال وأضيفوا هذا الهاشتاج في نهايته، وسنقوم بمتابعة الهاشتاج واستخراج كل أراءكم. كما يمكنكم أيضا الدخول على كلا صفحتي البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وسنقوم أيضا بمتابعة أراءكم والأسئلة التي تريدون أن تطرحوها. وكل هذا سنناقش مع زميل زين وضيوف الكرام. شكرا لك عمر. هل ينجح الطلاب في إطلاق شرارة ما سموه انتفاضة الأزهر الثانية، أم تنجح إدارة الجامعة معززة بأسوارها العالية في وأد ثورة الطلاب أو حصر فعالياتها؟ سؤال يطرح نفسه في ظل مواجهة محتدمة تجدرت وقائعها بجامعة الأزهر بين الإدارة والطلاب بعد استئناف الدراسة عقب فصل دراسي دام وعنيف، وبعد تأجيلات حكومية متكررة بحجة استكمال المنظومة الأمنية فيما بدا كما لو كان تجهيزا لساحة معركة أقرب منه لتهيئة حرم جامعي. فلليوم الثاني على التوالي انطلقت اليوم بجامعة الأزهر في القاهرة والعديد من المحافظات مظاهرات طلابية حاشدة لرفض الانقلاب العسكري، وأيضا للمطالبة بالقصاص للشهداء من الطلاب والإفراج عن المعتقلين. حراك طلابي يواجه تحفزا أمنيا وإداريا، فمن سيكتب السطر الأخير؟ نظم طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة مظاهرات حاشدة اليوم داخل حرم الجامعة رفضا للانقلاب العسكري وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين واحتجاجا على عودة الحرس الجامعي. ووسط إجراءات أمنية مشددة استأنف طلاب جامعة الأزهر اليوم الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد نحو 2 شهر من تأجيل الدراسة.
على الجانب الآخر، دعت حركة الطلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر ما أسمته انتفاضة الأزهر الثانية، مؤكدة أن الطلاب لن يسكن لهم قلب ولن يرتاح لهم ضمير حتى تنتصر ثورتهم ويأخذوا القصاص لشهدائهم ويخرج الأحرار من سجون الظلام. من جانبها أعلنت رئاسة الجامعة أنها قد انتهت من بناء عدة أسوار خرسانية بطول 5 كيلومترات وارتفاع 3 أمتار ونصف المتر بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه، وذلك للفصل بين الجامعة ومبنى رئاسة الجامعة وكذلك الفصل بين الجامعة والمدينة الجامعية، بالإضافة إلى سور آخر للفصل بين الجامعة ومقر جهاز الأمن الوطني الرئيسي بشارع جابر بن حيان القريب من الجامعة. ورغم ذلك لم تكتفي إدارة الجامعة ببناء الأسوار، وإنما أعلنت توقيعها بروتوكولا مع وزارة الداخلية ينص على تواجد الشرطة على البوابات الرئيسية للجامعة في الفرع الرئيسي والأقاليم، مع إعطاء الحق لرئيس الجامعة أن يستدعي الشرطة للدخول إذا حدث اعتداء على مبان أو طلاب أو مدرسين. وفي محاولة للسيطرة على المظاهرات الرافضة للانقلاب بالجامعة، قامت الإدارة بفصل أكثر من 500 طالب من المدينة الجامعية واتهمتهم بالقيام بأعمال شغب. يذكر أن جامعة الأزهر كانت مسرحاً لاشتباكات عنيفة طوال الفصل الدراسي الأول بين الطلاب وقوات الأمن، انتهت بمقتل 70 طالباً واعتقال 700 طالب بينهم 35 طالبة. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، ومعنا أيضا ياسر فتحي عضو تحالف دعم الشرعية. أحمد البقري، هل نحن أمام يوم مختلف؟ يعني امبارح والنهاردة هل هو مختلف عن حراك الطلاب قبل الأجازة؟ يعني بداية بسم الله الرحيم، النهاردة هو يوم مختلف بالطبع، يعني موجة ثورية جديدة من الحراك الطلابي في الجامعات المصرية، عودة حميدة لطلاب الأزهر بعد تأجيل دام لأكثر من شهر. النهارده شفنا انتفاضه كبرى في جامعه الازهر، ليس في فرع القاهره فقط بل في البنين والبنات وكل الفروع الجامعه، في تفاهنا الاشراف، في المنصوره، في دمنهور، في اسيوط، في بورسعيد، في كل فروع الجامعه بالاستثناء انتفض طلاب الازهر ردا لكرامه طالبات الازهر التي تم الاعتداء عليهن والوفاء لدماء الشهداء والوقوف بجانب الازهر. الاماره يعني النهارده يوم مختلف. النهارده يوم مختلف في كسر الحصار. النهارده بنتكلم عن اسوار بنراها ليس للجدار العازل في فلسطين، لكن نراها داخل اروقه الجامعات، جامعه الازهر. النهارده كان يوم مختلف في كسر القبضه البوليسيه الامنيه على جامعه الازهر من ارهاب الطلاب، على كما صرح رئيس الجامعه ان هناك زياده لافراد الامن. يعني مثلا والطلاب ردوها خائبه ولا ايه؟ لا، هي أمرت برضو كسر الشرطة. يعني أنا ما قلتش كسر الشرطة، أنا قلت كسر الحصار. يعني احنا بنتكلم عن أسوار تم فصل المدينة الجامعية عن الأزهر، يعني في قبضة أمنية شديدة على الطلاب، لو تظاهروا هيخرجوا من بوابات الجامعة، سيتم عمل كمان سريع للقاء القبض على الطلاب. الكاميرات اللي ملقاها على كل أو متوقع بكل داخل الجامعة، كل هذه الإجراءات القمعية تم إسقاطها بالفعل النهاردة طلاب الأزهر. يعني الطلاب لم يعيروها، لم ترهبهم هذه أداة القمع، وانتفضوا بشكل واضح في داخل الجامعة النهاردة، وكان لهم سبق كبير النهاردة. أستاذ ياسر فتحي عضو تحالف دعم الشرعية، تحالف دعم الشرعية يقف وراء الحركة الطلابية أم يجعل الحركة الطلابية تقود المشهد الثوري عموما؟ والله حضرتك السلطة الحالية هذه يعني محيرانة شوية، يبقوا قلة مندسة وعشرات، بقالنا 8 شهور التحالف دعم الشرعية ده عبارة عن قلة مندسة وعشرات وما لهمش طوابق على الأرض، وبعدين فجأة يطلع أن تحالف دعم الشرعية وراء سينا وراء كرداسة وراء جامعة الأزهر وراء جامعة الإسكندرية وراء جامعة أسيوط وراء الاعتصامات السابقة وراء العمال. ايه الحقيقه، انتوا ورا يعني انتوا من تحركون المشهد الطلابي ام انكم تستجيبون لحراك المشهد الطلابي؟ المشهد الطلابي دائما سباق. المشهد الطلابي في مقدمه، كما كان في مقدمه ثوره من بدايه 25 يناير وحتى الان، المشهد الطلابي دائما سابق، سابق التحالف وسابق اي قوه من القوى السياسيه. وعلى اي قوه سياسيه تريد ان تقف بجوار الثوره ان تضبط بوصلتها على الطلاب. الان يمكن قياس المشهد في مصر من زاوية رؤية فعل الداخلية.
عندما ترى حالة الهستيريا الآن الداخلية لا تستطيع أن ترد على جامعة الأزهر، لا تستطيع أن ترد على جامعة الإسكندرية، لا تستطيع أن ترد على جامعة أسيوط، الآن يضرب طلاب المدارس ويعتقل من طلاب المدارس 12 سنة 126 طالب مدرسة علشان مش قادر يرد على طلاب الجامعات، ياخد الطفل الصغير 12 سنة ويقبض عليه من داخل المدرسة ويحبسه وكمان عايز يرحله للتأديب العقابي في القاهرة. الداخلية تريد أن تعوض فشلها على شماعة بدون حقائق بدون أدلة. طب إيه المرجو من الحركة الطلابية بالنسبة لكم يعني بالنسبة لتحالف دعم الشرعي؟ أنتوا عايزينه يعمل إيه التحالف؟ يعني هم الطلبة بيخرجوا بيحتاجوا أدلهم شهور طويلة. نعم. يعني إيه اللي بيعملوا بقى التحرك الطلابي؟ يعني عيش. بيضر النظام في إيه؟ عيش، حرية، عدالة اجتماعية. اللي خرج يوم 25 يناير خرج من أجل العدالة. طول ما العدالة غايبة إذن الثورة مستمرة بقيادة الطلاب. الآن لما يكون عند حضرتك وكيل نيابة خايف من الثورة. ليه؟ لأنه بيجدد لطالبة في تانية كلية تجارة جامعة الأزهر، جامعة اسكندرية. بيحكم على طالبة بجريمة قتل وهي كانت بتسعف واحد في الشارع. وكيل النيابة يدرك جيدا وكيل النيابة إن لو الثورة انتصرت هو معاقب وهو اللي هيدخل القفص لأنه بيحكم بلا بينة وبلا دليل وبلا تحقيقات. إذن هناك فئة في الدولة سواء كانت في القضاء أو سواء في الداخلية أو سواء في السلطة تريد أن تعرقل العدالة. الطلاب هم من سيحقق العدالة. لمعرفة أيضا بقية المشهد الطلابي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أحمد عادل سعيد المتحدث باسم اتحاد طلاب الأزهر. النهاردة كان في حراك لطلبة الأزهر وطالبات الأزهر وفي 17 طالبة فصلوا اليوم أيضا. هل أوجزت للمشاهد مجمل اليوم في حراك طلبة الأزهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مجمل اليوم كما بدأ على الصورة لدى حضراتكم في التغطية التي قمتم بها طوال اليوم كان حراك طلابي فردي في الكليات على مدار بدءا من الساعة 10 تقريبا، ثم بعد ذلك تجمع مركزي لكليات الجامعة كلها في حرم مدينة نصر بالتزامن مع نظيره في حرم البنات، أيضا تجمع مركزي لكل الكليات قاموا فيه بفعالياتهم قاموا فيها بهتافاتهم المناهضة لكل عمليات القمع التي تعرضوا لها من قبل الداخلية وبمباركة من إدارة الجامعة، ثم قاموا بعد ذلك بيعني إبراز صورة أو مشهد لتحدي التحصينات والتعزيزات التي زعمت الجامعة أنها ستؤيد الحراك الثوري في مهده في مطلع هذا الفصل الدراسي. يعني أراد الطلاب أن يصدروا رسالة لإدارة الجامعة ولكل من يقف وراءها ويسندها في هذه الأفعال القمعية التي تقوم بها وهذا الإهدار المتعمد والعبثي لأموال الطلاب بدلا من أن تنفقها على مستحقات الطلاب في خدمة أفضل في المدينة الجامعية وتوفير سكن أو طيب الإجراءات هذه الإجراءات الأمنية التي تتحدث عنها أحمد عادل سعيد هل هي أثرت بأي شكل من الأشكال على حركتكم داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية؟ يعني بالطبع لا، كانت الصورة أبلغ من أي كلام يمكن أن يقال عن حراك الطلاب اليوم، لا سيما وأن اليوم هو يعتبر يعني حقيقة فعليا هو أول يوم في الفصل الدراسي، لا زال هناك كثير من الطلاب في حالة ترقب، ما زالوا في بيوتهم لم يقدموا إلى الجامعة، لا زال هناك إخواننا في الصعيد لم يأتوا حتى الآن من بلادهم نظرا لأنهم يعني يقضون الفصل الدراسي كله بأكمله فهم يتأخرون في المجيء من بلادهم، لم تكتمل الجامعة من خلال عدد الطلاب. إيه بقى أبرز المطالب التي رفعت في اليومين الماضيين امبارح والنهارده؟ إيه المطلب الرئيسي؟ كانت هناك رسالة واحدة يتفق عليها جميع الطلاب يريدوا أن يوصلوا إلى إدارة الجامعة أن هذه التعزيزات والتحصينات والأسوار والأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة والتهديد الصريح من رئيس الجامعة بالفصل والملاحقة من خلال الجامعة يعني بالفصل والحرمان من الدراسة هذه لن ترهبهم ولن توقف حراكهم، وكان اليوم أكبر دليل على هذا المضمون الذي أراد الطلاب أن يوصلوا. المطلب الرئيس لديهم هو الإفراج عن كافة زملائهم المعتقلين الذين حرموا من حريتهم لمدة أشهر وعلى رأسهم حرائر الأزهر الذين ما زال منهم 17 حرة في سجن الانقلاب. المطلب الثاني هو القصاص من كل من أراق الدماء في حرم الجامعة وحرم المدينة الجامعية طيلة الفصل الدراسي الأول. طيب يعني أنتم كحراك طلابي يعني دائما ما يتهم ويصنف هذا الحراك الطلابي لا سيما في جامعة الأزهر بأنه حراك إخواني، هل هذه المطالب هي محل اتفاق جميع الحركات الطلابية والنشاطات الطلابية في الجامعة الآن؟
يعني هذا دعني اقول لك يعني بالبلدي كده ارى انه ده مسمار جحا اللي كل من الجامعه او كل من النظام بصفه عامه يريد ان يشوه مطلب معين او تظاهره معينه يصفها او يعطي لها صبغه موحده، لكن يبدو على الاعداد التي تظهر ويبدو على سمات المتظاهرين وعلى سمت التظاهره انها ليست اخوانيه فقط وليست لفصيل معين وانما هو حراك طلابي. يعني احنا بنشوف على في المظاهرات دي بنشوف علامه رابعه، بنشوف يعني بنشوف علامات على انها اخوانيه، يعني بنشوف علامات على انها اخوانيه، لكن احنا مش شايفين علامات على انه كل الطلاب معاكم. نعم، علامه رابعه اخي الكريم ليست حكرا على الاخوان وليست حصريه وامتياز الاخوان فقط، رابعه استشهد فيها اكثر. صحيح، انا بكلمك على العلامات التي تفسر من الناس على انها مرتبطه بالاخوان، فمن ضمنها علامه رابعه. هذا مفهوم خاطئ يجب علينا ان نصححه للناس، ان اشاره رابعه من يرفعها ليس فقط اخواني، هناك عدد كبير جدا. طب مين الحركات اللي طالعه معاكم؟ صحيح، مين الحركات اللي طالعه معاكم مثلا امبارح والنهارده غير طلاب الاخوان وطلاب ضد الانقلاب؟ لا، خرج معنا الازهريون ضد الفساد، وخرج معنا التراس ازهري، وخرج معنا حركات وتنسيقيه الازهر، وحركه سلفيون الجبهه السلفيه خرجت معنا التي مشكله في الجامعه التي هي عضو ضمن تنسيقيه الطلاب، خرج معنا حركات كثيره جدا من جامعه الازهر، ولا زال هناك ايضا السعي لمزيد من التوافق مع كافه الحركات الطلابيه لتوحيد المطلب حول حريه زملائنا. القضيه ليست قضيه سياسيه. احمد البكري، هل بالفعل هنالك اجماع طلابي حول هذه المطالب، ام انه المطالب الحراك اللي احنا شايفينه هو في الاطار العام بتاعه حراك ضد الانقلاب؟ نحط على جنب مساله المعتقلين والقصاص، لكن هو في الغالب العام يبدو انه حراك ضد الانقلاب زي الحراك اللي موجود في الشارع المرتبط بشكل او باخر بتحالف دعم الشرعيه. هو لو احنا هنبص مثلا على سبيل المثال الاستاذ خالد علي مرشح الرئاسه اللي كان محتمل، وقال ايه دلوقتي؟ كان في قبل كده كان بيقول لك 30/6 كانت ثوره، النهارده قال 30/6 انقلاب عسكري. انا اكبر دليل هقوله دلوقتي الاجتماع اللي تم بين 9 اتحادات طلابيه بمختلف انتماءاتهم من حزب الدستور وتيار شعبي وطلاب مستقلين ومصر القويه، كان في جامعه عين شمس. هؤلاء لا ينتموا ابدا للتيار الاسلامي، بل كانوا مرشحين ضدنا في انتخابات اتحادات طلاب مصر، وفازوا بهذه الاتحادات في جامعاتهم. قالوا بالنص ان مصر الان عادت الى دوله مبارك الدوله بالوسيله القمعيه. هناك مطلب يتم التوحد عليه الان كلنا كطلاب، وزي ما استاذنا قال ان ليس التحالف الوطني هو من يحرك الحراك الطلابي وليس القوى السياسيه، الحراك الطلابي الان في الجامعات المصريه هو تخطى كل الاحزاب وكل الحركات وكل التيارات السياسيه في مصر، بل الان من يعني يلهث وراء الحراك الطلابي في الجامعات هم القوى السياسيه الان. اكبر دليل خالد صلاح، جريده اليوم السابع اصدر منذ اكثر من يومين يعني مبادره الى سلطه الانقلاب العسكري للافراج عن الطلاب المعتقلين، واللي لابد من هدنه في الجامعات المصريه لان الجامعات كان لها موقف واضح من الفتره الماضيه. لكن استاذنا بتكلم ان الناس بتقول ان الحراك الطلابي في الجامعات لم يفعل شيء في الفتره الماضيه، لا بالعكس، هذا كلام غير صحيح بالمره. الحراك الطلابي في الفصل الدراسي الاول اسقط قرار الضبط القضيه الذي اتم قراره من حسام عيسى وزير التعليم العالي، اسقط النهارده بتصريح وائل الدجوي وزير التعليم العالي رفضه التام لعوده الحرس الجامعي والبقاء خارج اسوار الجامعات. طول ما الحراك الطلابي في الجامعه، طول ما معادله الثوره مستمره ولن طيب تستطيع اخيرا أن تكسر. هل التعامل الامني اختلف بعد عوده الطلاب من الاجازه؟ يعني احنا شايفين انه النهارده، قبل كده كان بقى فيه قتلى وجرحى وغاز، والنهارده مش هو ده اكبر دليل يا استاذ زين. من يفعل الازمات داخل الجامعات المصريه هي قوات الامن، واحنا نصحنا قبل كده كل رؤساء الجامعات ان وجود الامن داخل الجامعات المصريه سيزيد الامر اشتعالا، وما رايناه في الفصل الدراسي الاول اليوم اثبت بالدليل القاطع ان الامن عند دخوله الجامعات هو من يعمل العنف وهو من يقتل الطلاب داخل الجامعات المصريه. اسمح لنا نشرك ايضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورأيهم في الحراك الطلابي بعد عودة الأزهر من الأجازة يومين دلوقتي، فنشوف أي مشاهدين رأيهم إيه مع الزميل عمر فياض. نعم، المشاهدون زين يربطون دائما الحراك الطلابي بالاستمرار في الحراك الثوري. دعني أستعرض الآراء التي جاءتنا بداية من على فيسبوك، حساب ألزم الصمت يقول حكومة نحلب لازمها ترحيب برضو زي الببلاوي، أي أن هذه المظاهرات تدور في إطار الترحيب الدائم لكل حكومة تأتي على المصريين. أما هذا الحساب يقول نفتخر بشباب مصر وبنات مصر في جميع العالم. أما عن سارة تقول لازم ننتفض
لازم نثور، وهو مقطع من أغنية شهيرة كانت دافعا لكثير من الشباب قبل 25 يناير 2011 للنزول إلى الشارع. أما عن عبد المولى يقول: لو لم أكن أزهريا لتمنيت أن أكون أزهري. ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر. على تويتر سيد يقول: أفضل أقولها وأنا في الأزهر، يسقط يسقط حكم العسكر. أما عن الدكتور عاطف يقول: الطلاب هم وقود الثورة. أحمد يقول: رسالة إلى الداخلية، ده إحنا هنوريكم أيام سودة. هكذا يقول أحمد، يبدو أنه أحد الطلاب المشاركين. سيد يقول: نعم، هو نفس التعليق للسيد باستمراره في الهتاف ضد حكم العسكر زين في الجامعات. إليك مرة أخرى. شكرا جزيلا لك عمر فياض. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ ياسر فتحي، عضو تحالف دعم الشرعية. الطلاب وقود الثورة، لكن هل أنتم في التحالف الوطني لدعم الشرعية تنظرون إليهم هكذا، أم أنكم تعتبرونهم فصيل مختلف من المجتمع يتصرف بشكل أساسي بعيدا عن سواء كانت أوامر أو مش أوامر أو تنسيق أو ترتيب أو شيء من هذا القبيل؟ خلينا أقول لحضرتك أن القضايا العادلة لا تحتاج لا أوامر ولا فصيل ولا رموز. من حسنات الثورة المصرية أنها تجاوزت النخب وتجاوزت الحركات التقليدية والأحزاب التقليدية. العبرة الآن بالمطالب، مش العبرة أن يكون في توافق ويوفق. العبرة الآن ما هي المطالب المرفوعة؟ إما أن يكون مطالب جهة خلف البندقية مهما كان اسمه، كان طالب، كان بدأن، كان بصليب، أيا كان اسمه، إما أنه واقف خلف البندقية وإن أنه واقف ضد حكم البندقية. الطلاب الآن أيا كان اسمهم، أيا كان انتمائهم، هم ضد حكم البندقية ويريد حكم الشعب بدون بندقية. الحراك الآن الطلابي يفرض معادلة المطالب العادلة بدون كلام وتلاعب سياسي، بدون مكاسب سياسية، بدون اتفاق من أجل أن يكون واحد في المستقبل مرشح في الوزارة ولا يبقى رئيس وزراء ولا نائب ولا يصبح زعيم الأمة العربية. لا، الطلاب لا يفهمون طيب. هذه اللغة. أعود أيضا إلى أحمد عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم اتحاد طلاب الأزهر. يعني مما قلته لنا أحمد أنه هنالك مطالب موحدة يجتمع عليها كل الطلاب، وهي الإفراج عن المعتقلين، كافة المعتقلين من الطلب، وعددهم تقريبا حوالي 1300 أو أكثر قليلا، والقصاص ممن أراق الدماء داخل الجامعة، وعدم عودة الحرس الجامعي إلى الجامعة، وهي قضايا طلابية وعناوين طلابية. إذا استجابت السلطة لهذه المطالب، هل سيكون هنالك مظاهرات أخرى في الجامعات؟ بالطبع أخي الكريم، الناس قد يدير الآن أن نذكرها ونوضحها للعيان حتى يتفاهم طبيعة الحراك الثوري في الفصل الدراسي الثاني في جامعة الأزهر. هناك انضم إلى الحراك الثوري في جامعة الأزهر طيف شديد وشريحة جديدة من الطلاب لم يكن لهم علاقة مطلقا بالحراك الثوري طيلة الفصل الدراسي الأول، ولكن لما يعني سمعوه من أرقام وملايين مملينة تم إنفاقها على هذه الأسوار التي لا قيمة لها ولا يعني لا داعي لها من الأساس. هؤلاء الطلاب يعني ازدادوا غضبا على الإدارة من سوء تصرفها في أموال الطلاب، لطالما الطلاب توسلوا إلى الإدارة عن طريق اتحاد الطلاب وعن طريق وفود من الطلاب، يعني عموم الطلاب، أن يعني يعتنوا بالمدينة قليلا، يطوروا خدمة المطعم، يطوروا المعامل في الكليات العملية، كليات الهندسة ليس فيها جهاز حاسب متطور، طيب كليات العلوم كذلك. لكن هو أنا سؤالي برضو، يعني اسمح لي أحمد، إذا استجابت السلطة لهذه المطالب، مطالب الإفراج عن المعتقلين، يعني السلطة لن يضيرها شيء إذا أفرجت عن 1000 طالب ولا شيء من إجمالي 23,000 معتقل في مصر، يعني بالعكس ممكن يخففوا لهم شوية جوه السجون. إذا حدث هذا، هل ينتهي الحراك الطلابي؟ تمام. الطلاب قالوا إذا تم الإفراج عن المعتقلين وتم إعادة الشهداء الذين سقطوا بين أيدينا وأمام عينينا في جامعة الأزهر، عندئذ نتوقف. إعادتهم إزاي يعني؟ وكيف يعاد الشهيد يعني؟ إذن يعني يبدو من الرسالة واضحة أخي الكريم، يعني اللي هي القصاص واضحة. القصاص هقول لك أشكل لجنة تقصي حقائق وإن شاء الله نحقق في الموضوع، واللي يثبت إدانته يقدم للمحاكمة. ده أي دولة هتعمل كده؟ إحنا برضو والطلاب برضو قالوا إحنا برضو إن شاء الله لما تعملوا لجنة ولما تقدموا للمحاكمة وينفذ فيهم الحكم يبقى إن شاء الله نوقف الحركة الدولية. طيب. وده خلي بال حضرتك بقى عشان بس اوضح نقطه، ده خاص بالتفاصيل اللي ظهر عشان خاطر طيب فيما يتعلق، خلينا بس احنا عايزين نرفض المشهد شويه. حاجه من الطلاب يتظاهروا من اجل الاهمال الحاصل وانا عايز، عشان كده انا بسالك الاسئله دي. يعني هنفترض مثلا انه انتم مسموح لكم دلوقتي، يعني من الواضح من تقارير اليوم انه اللي خرج بس خارج الجامعه هي اللي الشرطه اشتبكت معاه،
لكن اللي كان جوه الجامعات وبيتظاهر داخل الجامعه الشرطه لم تشتبك به، هل هذا صحيح؟ تمام. يعني هذا صحيح، يعني هذا يعاد من الداخليه، يعني قصه مفهومه. يعني ده صحيح ولا مش صحيح الاول؟ ده صحيح الاول ولا مش صحيح؟ هذا صحيح. طيب تمام. هذا كلام صحيح، يعني لم يتم تعدي على داخل دور الجامعه والدور داخل حرم الجامعه، ولكن هذا مجرد فقط جلسه نقد في الترم الاول. طيب احنا دلوقتي عندنا ميعاد يوم 19 مارس، هذا الميعاد شباب ضد الانقلاب حددوا، 6 ابريل حددوا، تحالف دعم الشرعيه ايدوا، وهو ميعاد لثوره ثانيه في مصر. انتوا بقى هتخرجوا جوه بره الجامعه ولا هتفضلوا جوه الجامعه بما انه حراككم طلابي وبما انه مطالبكم طلابيه؟ تمام. هذا امر يا سيد الفاضل يترك النظر فيه الى اهل الميدان، هم عموم الطلاب الذين يقومون بالتظاهر والى الحركات الداعيه الى ذلك، هم يسالون عن ذلك. انا اتحاد علي ان اكفل الحق لكل طالب ان يعبر عن رايه داخل سور الجامعه، وان اناشد بحقه ما دام يلتزم بحدود السلميه المسموح بها داخل اطار الجامعه. اما عن التكتيكات الداخليه والتنسيق الميداني الداخلي، هذا امر يسال عنه اهل الميدان، هم حركه طلاب الانقلاب او عموم الطلاب العاديين المشاركين في الحراك الثوري. طيب احمد الباري، تفتكر الطلاب هيخرجوا بقى بره الجامعه؟ هو طبعا كتير من الحراك الثوري اللي موجود في الشارع برضه معظمه طلاب، مش كده ولا ايه؟ طيب بس هنرد بس على نقطه احمد ما اشارش ليها، موضوع ان تحقيق المطالب. احنا كلنا كثوار وعينا الدرس جيدا، درس 25 يناير، ان احنا هنسمع بقى كلام العسكر تاني ويلا نرجع وتحقيق المطالب واهداف ومش عارف ايه الكلام ده. كل الثوار الان في الميادين نوعوا ان الميادين هي الحل، دي نقطه. النقطه الثانيه ان هذه السلطه يا استاذين سلطه قائمه على القتل والقمع والبطش، منذ احنا بقى لنا بنتكلم عن 8 شهور سلطه قائمه على القتل والقمع والبطش، دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، هل الطلبه هتخرج خارج اسوار الجامعات؟ احنا قلنا من اول يوم في الدراسه الفصل الدراسي الاول ان الحركه الطلابيه لا تقتصر فقط على داخل حرم الجامعي، بل سننطلق الى كل الميادين. خرجنا الى ميدان ربع العدويه لاول مره، من استطاع الدخول الى ميدان ربع العدويه بعد الفض وبعد محاصره هذا الميدان، طلاب الازهر دخلوا ميدان ربع العدويه، ميدان النهضه الميدان الوحيد اللي تم افتتاحه، وتم افتتاحه من قبل طلاب جامعه القاهره عندما دخلوا ميدان جامعه ميدان النهضه. في وزاره الدفاع طلاب جامعه عين شمس تحركوا من جامعه عين شمس وتظاهروا امام مقر وزاره الدفاع. الطلاب هم الرقب الصعب في المعادله، طلاب مصر واحرار مصر قادرون في هذه الفتره على معركه، على خوض معركه النفس الطويل، وبارعون في لعبه عض الاصابع، ولن ننال ولن ننكسر ولم يعد لدينا استاذين. اذا ياسر فتحي، انتم كتحالف دعم الشرعيه تخوضون معركتكم مع النظام الحالي بالطلاب؟ غير صحيح بالمره. ده الكلام اللي بيقوله احمد البقري. غير صحيح بالمره. الذي يخوض ما اعتقدش احنا في الصداره، نحن كطلاب في صداره المشهد، وعلى القوى الثوريه ان تلتحق بنا وبحراك الطلاب. انا قلت لحضرتك العبره الان مش باليفط، اللي اتقتل في الشارع ده مش بيفطر. عمرو خلاف اتقتل ودمه ساح عشان ايه؟ مفيش اي يافطه في الدنيا، اي يافطه في الدنيا تبيح لاي شخص في الدنيا مهما كانت مكانته ان يصدر عليه قرار بالاعدام في الشارع. مفيش سلطه تحكم على فاطمه نصار ان تظل داخل سلخانه مديريه امن الاسكندريه حتى الان. مفيش قانون يسمح بكده. القضيه العادله لا تنظر الى اليافط ولا الى البطاقه ولا الى العرق ولا الى اللون ولا الى اللغه، ولا في قضيه عادله اسمها ده طالب له حق. هذه سلطة لا قانون، سلطة فاشلة في كل شيء، لا تقيم قانون ولا عدالة ولا اقتصاد ولا سياسة ولا سلم أهلي، ما بتعملش حاجة. بتعمل إيه بس؟ بيطلع المتحدث العسكري يصدر بيان إن هو بيحارب الإرهابيين. بس لو طلاب قعدوا في داخل حرمهم الجامعي بلا شك حراككم في 19 مارس سوف يتأثر، يعني قد يكون قليل الزخم على الإطلاق. مش مهم إذا عدد حقوق الناس، مش مهم. أنا بقول لحضرتك إذا عدد حقوق الناس مش مهم تحالف، تعود حقوق الناس، يكون في عدالة، يكون في قصاص، مش مهم اليفط، اللي هم قضايا الناس. هل الآن قضايا الناس تحل؟ هل قضايا الاقتصادية تحل؟ هل حقوق الشهداء الآن تأتي؟ هل في محاكمات عادلة؟ أنا أوافق على محاكمة التحالف، لكن أن تكون محاكمات عادلة، أن تكون هناك سلطة قانون أصلية. إذا عاد حق الناس لسنا بحاجة إلى يفط. طيب. ولسنا بحاجة إلى تحالف. أحمد عادل من متحدث باسم طلاب اتحاد طلاب جامعة الأزهر، في 6 حركات سياسية دعت إلى صلاة الغائب بكرة إن شاء الله على روح الطالب سيد وزة بجامعة عين شمس، منها 6 أبريل ومنها حركات أخرى، وهو كان طالب بكلية الآداب بجامعة عين شمس وقتل في 25 يناير 2014
في الشبكات مع الشرطة في وسط البلد، هل ستشاركون أنتم كطلاب الأزهر في هذه الصلاة؟ بالطبع يا فندم، يعني من سقط من أي فصيل، كل دم حر مصري طاهر أيا كان توجهه وأيا كان انتمائه هو دم حرام، سقط بغير وجه حق لا شك أن نشارك ده وأقل حق. يعني هذا يعني لا يعد فضل ولا منه، ولكن هو حق مستوجب على الجميع كطلاب وكشباب وكمصريين أن نصلي عليه صلاة الغاية ونقول له بالرحمة والمغفرة وأن نسعى من أجل القصاص لذلك بصرف النظر عن توجهه. شكرا جزيلا أحمد سيد عادل المتحدث الرسمي باسم اتحاد طلاب الأزهر. أشكر أيضا ضيفي في الأستوديو ياسر فتحي عضو تحالف دعم الشرعية، شكرا جزيلا لك. وأشكر أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، شكرا جزيلا. وما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد قليل. على وقع صراخ وبكاء ومشاهد درامية، قوات الأمن ترحل بالقوة العشرات من الأطفال المعتقلين بالإسكندرية إلى مؤسسات عقبية بالقاهرة وتعتدي على أهاليهم والمتضامنين معهم. يعني الصورة اتضحت تماما، صراع أصبح يستباح فيه شيء من الكذب. معنى ذلك أن هذا التفويض لا يقصد به القضاء على غالبيه هذا الشعب، يدرك تماما أن ما حدث في 30 يونيو هو ثورة. كان في استياء شعبي شديد من سوء إدارة الحكم. هناك خداع بطريقة مخابراتية وبطريقة مباحثية محلية وإقليمية ودولية. هذا دور الجيش، لابد أن ينزل بسلاحه وبقوته ليمنع الكارثة. حذاري من أن الجيش يحكم مصر حكماً مباشراً. حوار خاص في هذه الأوقات على الجزيرة مباشر مصر. أهلا بكم من جديد في مصر الليلة. وبعدما أصبحت نداءات الحرية ترفا في ظل سلطة قمع، باتت المطالبة بزنزانة أقل قسوة أو سجن أخف وطأة جريمة تستوجب العقاب. وقد أصدر اليوم مركز الشهاب لحقوق الإنسان بيانا كشف فيه تعرض عشرات الأطفال المعتقلين داخل مبنى رعاية الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية، تعرضوا للضرب المبرح فضلا عن السباب والشتائم والتعرض أيضا لقنابل الغاز. والسبب أن هؤلاء المعتقلين الأطفال فضلوا البقاء بدار اللواء بالإسكندرية قربا من أهلهم ورفضوا ترحيلهم إلى المؤسسة العقابية سيئة السمعة بالمرج في القاهرة بعيدا عن أهلهم. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشاهد الترحيل القسري للمعتقلين الصغار تحت تهديد السلاح وسط صراخ وبكاء وهتافات من أولئك الأطفال تلامس ضمير من كان له قلب يعرف معنى كلمة إنسان. بهذه الطريقة الوحشية تتعامل وزارة الداخلية مع هؤلاء الأحداث وكأنهم أسرى حرب أو أعضاء في ميليشيات مسلحة. فبعد أن سامتهم سوء العذاب في مؤسسة كوم الدكة بالإسكندرية بسبب مشاركة في المظاهرات السلمية المناهضة للانقلاب العسكري، قامت الداخلية بترحيل نحو 50 طفلا من أصل 165 محبوسا من مؤسسة كوم الدكة إلى المؤسسة العقابية بالطرح شرق القاهرة، وذلك بعد مناشدات من الأهالي بعدم ترحيل الأطفال إلى المؤسسة العقابية بالمرج المعروف عنها انتشار التعذيب البدني والنفسي على حد وصف الأهالي. ومنعت مؤسسة كوم الدكة زيارة الأهالي لذويهم المتبقين في المؤسسة بعد ترحيل هؤلاء الأطفال خشية افتضاح ممارسات التعذيب التي تقوم بها قوات وزارة الداخلية لهؤلاء الأطفال المعتقلين بحسب ما ذكره التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإسكندرية وأكدته مؤسسات حقوقية ومن بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان.
أهالي هؤلاء الأطفال قالوا إن قوات الأمن مدعومة بقوات من الجيش قامت بالاعتداء عليهم بوحشية أثناء التجمع أمام المؤسسة بإطلاق الخرطوش والغاز المسيل للدموع وفتح خراطيم المياه عليهم والقبض على كل من قام بتصوير ضرب قوات الأمن للأهالي. عددنا كان 25 نفر مش أكتر من كده، وبنقول لهم مش عايزين عيالنا تترحل، قاموا جايبين جابوا خراطيم مية رموا علينا مية، أهي المطافي جاب علينا مية، أهي المية الحريم جايبين لنا قوات خاصة، كلنا حريم، نزلنا قوات خاصة ضربتنا بالقنابل. كان طلاب الإسكندرية في الجامعات والمدارس نظموا مظاهرات منددة بالمعاملة الوحشية التي يتلقاها هؤلاء الأطفال في السجون وفي مؤسسة كوما الدكة لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، إلا أن وزارة الداخلية تنفي تعرضهم للتعذيب. ومن المفترض أن تكون هذه المؤسسة العقابية مكانا لإعادة تأهيل الأحداث وإصلاحهم، إلا أنها في مصر ما بعد الانقلاب باتت شيئا مختلفا، باتت مكانا للأطفال الذين تحتقلهم سلطات الانقلاب بسبب مشاركة في التظاهرات المناهضة للسلطات الحالية. ولمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا في استوديو مصر الليلة الأستاذة نيفين ملك المحامية والناشطة الحقوقية، وسيكون معنا ضيوف آخرون. أهلا بك أستاذة نيفين. أهلا بحضرتك. إيه السن القانوني اللي بيحال فيه الأطفال للمؤسسات العقابية؟ وإيه الهدف يعني من المؤسسات العقابية؟ يعني خلينا نقول إن سن الطفولة هو ما دون ال 18. بس احنا شايفين أطفال يعني عندهم 12 سنة و 13 سنة، يعني أطفال صغيرين يعني مش بالفعل هم قُصّر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال معاقبتهم أو حتى معاملتهم بهذه القسوة أو حتى معاملة يعني النمط العقابي في السلوك نحوهم. يعني في النهاية المنظومة القانونية بتعمل آلية معينة منهجها هو الإصلاح ووضع هؤلاء على إن أخطأوا وثبت خطأهم بالأدلة القاطعة، وضعهم في مؤسسات إصلاحية وليست مؤسسات عقابية، لأنهم في النهاية هم مسؤولية المجتمع. هل هو في نوعين من المؤسسات، مؤسسات عقابية ومؤسسات إصلاحية؟ المؤسسات العقابية المفترض فيها للأطفال سن الحدث إنها تكون مؤسسات ليست لها منحى العقابي، هي مؤسسات إصلاحية بالفعل. النوع العقابة فيها أنه يتم احتجازهم لبلوغ السن القانوني بمعاملة هي في النهاية تهدف إلى إعادة وضعهم على الطريق السليم وإعادة تقييمهم ووضعهم تحت مراقبة الأجهزة ووضعهم في سياق إصلاحي، وليس الهدف منه وضعهم في سياق عقابي بالحبس أو حتى يعني وضعهم في أماكن بتبعد عن أهليهم، بحيث أن أهليهم في مشقة حتى في التواصل معهم أو إيجاد نوع من أنواع الاتصال مع أهليهم. يعني في النهاية انت بتضعه في مؤسسة تحت ملاحظتك. طب هل اللي بيحصل دلوقتي ده مخالف للقانون؟ طبعا. مخالف في ايه بقى؟ يعني في النهاية ما يحدث هو لا يمت للقانون بأي صلة، يعني في النهاية يتم معاملة الأطفال بمثل هذه المعاملة القاسية، وضعهم في أماكن احتجاز مع البالغين، يعني في النهاية قبل حتى وضعهم وأثناء عملية التحقيق يتم استحضارهم من الشارع إذا كانوا الولاد مثلا موجودين في منطقة فيها مظاهرات أو حتى ماشيين في تظاهرات وهم أطفال دون سن 18، بيتم وضعهم في أماكن احتجاز لبالغين وفي معسكرات أمن مركزي. وده مخالف للقانون. ده مخالف لقانون الأطفال ولعدالة الحدث، وده نددت به منظمة العفو الدولية صراحة وقالت إن ما يحدث إنه في ضرب كمان يعني للأطفال. في ضرب وفي تعذيب وفي شهادات للتليجراف يعني فضحت بيها هذه الممارسات وسجلتها وقالت إن في تعذيب في مصر للملة وللقصر. لكن ينضم إلينا أيضا محمد فودة أحد الطلاب المفرج عنهم من المؤسسة العقبية بالمرج. أولا محمد احكي لنا على الوضع داخل هذه المؤسسة العقبية، يقال إنها سيئة السمعة، لماذا تعتبر هذه المؤسسة سيئة السمعة؟
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العقلية تعتبر من شيء تسمع، هو أنت أول ما يعني أول ما تخشها هي تسمع من الشكل، هي من الشكل المبنى المعنى من أول ما تخش البوابة قبل ما تتعامل مع الجنائيين هي تسمع، هي تتعرض بداية سرقة أو تفتيش وضرب وهم من على الباب. يعني أنت أول ما تدخل هذه المؤسسة بيبدأ بتبدأ حفل الضرب زيها زي إقسام الشرطة والسجون والحاجات دي. سجن الحضر أو البرد. احنا انا مش سامع كويس الحقيقة يا محمد، يعني ارجو ان انت تعلي صوتك شوية لو سمحت. كل حاجة زي السجون، زي سجن الحضر أو البرد في اسكندرية، تخش حفلة الضرب، حفلة تفتيش، حفلة التهذيب. طيب ايه كمان ايه 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 اوجه التعذيب الاخرى في هذه المؤسسة؟ في الضرب على الجسم بتاعة التريف عشان كعب سرير، في كهرباء، في ضرب اللي هو قانون الضرب الجنائي هناك اللي انت تضرب ما تعلمش. يعني انت تضرب بس ما تعلمش عشان لما تيجي تقدم في شكوى ما يبقاش قدام مدرب. يعني وده حصل معاك انت شخصيا؟ انت حصل معاك كده؟ اي حد بيخش البدايه بتاعته تبقى كده، ده اسمه حفله استئذان العمر. بس يعني برضو ده بيبان على الجسم، يعني حفلات الاستقبال دي تبان على الجسم لان فيها كدمات وفيها حاجات زي كده. يعني هو انت بزيارتك بيبقى مره واحده في الاسبوع، فعلى ما زياره تيجي او ترجع عشان تقول كده في محضر النيابه مفيش اي علامه. تشتكي حضرتك طبعا يروح ويجي، يبقى هو مش عايز يطلع على نفسه ادله. انا هو كده مدي الاوامر اللي هم المسؤولين العنادر اللي هم يضربوه لغايه ما يقولوك على الاخر، لغايه ما يقولوا يا رب. طيب وايه كمان؟ يعني في حاجات كتيره يعني في اساليب التعذيب ما بتسيبش اثر على الجسم. في ميه صابون. في الايه؟ يشربوك ميه بصابون. بيشربوك ميه بصابون اول ما بتدخل؟ بعد الضرب والقلق والشتيمة والتفتيش كل ده، أنا بس اللي يطلع من نيري يشرب ماء صابون ويدخلك يشرب ماء صابون كده عشان ترجع. وبعد كده تلاقي واحد لسه ما شاء الله جنائي مسؤول اللي هو يحميك. طب والكهرباء يا محمد، الكهرباء بتسيب أثر برضو ازاي؟ بتقول انه في كهرباء ولا بيكهربوا ازاي؟ الكهرباء عن طريق الضرب اللي هي بيضرب في الاعصاب اللي لغايه ما تستغرب، مش كهرباء اللي هي السلك زي الدور الرابع في المدرسه. طب انت كان ايه سبب القبض عليك بقى بالمناسبه؟ يعني انا اتقبض عليا من مواطنين شرفاء بعد فض مشاره 14 يوم محاكمه الرئيس. بعد فض رابعه مواطنين شرفاء قبضوا عليك وسلموك؟ بعد فض مسيري، بعد ما كان في قدام محاكمة الإسكندرية يوم 14 كان موصل الاثنين محاكمة رئيس مصر. طيب انت بعدين نص ساعة من الاثنين شفت أول حلقة. طيب انت افرجوا عنك وبعد كده عملوا لك قرار ضبط وإحضار ليه؟ نزل تحريات من يومين وبعد كده لسه عارف موضوع ضبط وإحضار للمحامي. شكرا جزيلا محمد احد المفرج عنهم من مؤسسة المرج العقابية. شوف ايضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه رأيهم في مثل هذه الانتهاكات اللا انسانية التي تحدث بحق المصريين في السجون والمعتقلات واقسام الشرطة وتحدث ايضا بحق الاطفال في المؤسسات العقابية التي يفترض حسب الاستاذ نبيل ملك ان تكون مؤسسات اصلاحية. وإن كان هؤلاء الطلاب ليسوا مجرمين، يعني هم بيتظاهروا ده حق إنساني دولي وحق يكفله الدستور، حتى الدستور الأخير يكفل هذا الحق، حق التظاهر السلمي. نشوف أيضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيه رأيهم في هذا الموضوع. تفضل عمر. كثير من التعليقات جاءتنا زين، دعني أستعرض بعض من هذه التعليقات. بداية من على فيسبوك عبد الرحمن درويش يقول برضو عادي ده جيل الأستاذ أحمد، وبكرة تشوف مصر كلها في السجن لما يحبوا يعاقبهم او ويقللهم، والله ما فيش مسيرات النهارده، ده جيل الحريه. يعني يقصد بهذا التعليق بان
أن هذا الجيل أو جيل الصغار أو النشء في مصر هو جيل الحرية، ومن سيستعيد الحرية لمصر مرة أخرى؟ أما محمد يقول الانقلابيون لا يرحموا طفل ولا مسن ولا رجل ولا امرأة، وهذا ما يعجل بنهاية الانقلاب. أما عن أحمد مالكي يقول والله مش غريبة، بكرة يمسك بتوع الحضانة ويوجه لهم تهمة حيازة رضع عليها شعار رابعة، يعني ساخرا من الوضع. أما علي حفناوي يقول الانقلابيين فقدوا العقول والآدمية سويا. ننتقل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. أحمد يقول مصر تحولت من أرض الأمل إلى أرض الخوف. أما عن ربعاوي يقول مصر كلها اترحلت للسجن والظلام في ظل حكم العسكر. أما عن أحمد علي يقول نفس التعليق لأحمد علي مرة أخرى. عبد الرحمن يقول نفسي أعرف رأي المؤيدين للانقلاب في هذه القضية، وماذا لو حدثت في عهد عبد الحفيظ، قلنا عبد الحفيظ ماذا لو حدث هذا في عهد الدكتور مرسي. يعني كانت هذه مجمل التعليقات التي جاءت نزيل. بس عبد الحفيظ زعل منك كده يا عمر. لا ان شاء الله مش هيزعل، المشاهدين مخدرين الوضع. اشكرك شكرا جزيلا عمر فياض. اعود مره اخرى الى، يعني هو الحقيقه الاستاذه نيفين ملك، ايه اللي في ايد الاهالي والمنظمات الحقوقيه ان هي تعملوا ازاء هذه؟ احنا شفنا الاطفال بيتم ترحيلهم بشكل قسري، شفنا عربيه الترحيلات اللي هي الحقيقه لا تصلح لنقل الحيوانات، يعني ينقل فيها هؤلاء الاطفال، ومش عارف انا شفت حد بيقفل فتحه التهويه، ما اعرفش بيفتحها ولا بيقفلها، يعني ما تفرقش. لكن هي لو مفتوحه قضيه ابو زعبل، يعني هي لو مفتوحه اصلا الهواء قليل، يعني هي قضيه ابو زعبل. إيه ممكن المنظمات الحقوقيه اللي هو الناس المهتمه، الناس اللي عندها قلب وشافت ان دول اطفال ما ينفعش يتحبسوا، ايه اللي ممكن يعملوه؟ يعني في النهاية عايز أقول لحضرتك أن مصر في مجمل التزاماتها حتى بمقتضى الدستور الجديد في المادة 54 منه اللي بتتكلم عن الاحتجاز وعن المعاملة التي ينبغي أن تكون عليها للمتهم أيا كان، يعني حتى المتهم البالغ، يعني أي كرامة لابد أن يتم معاملته بيها، وهذا بمقتضى نصوص هي في النهاية ما هي إلا حبر على الورق لا تنفذ. لكن القانون المصري والدساتير تحمي الأطفال بشدة. يعني في النهاية دعني أقول لك أن مصر مصادقة على الاتفاقيات الدولية، اتفاقيات الأمم المتحدة والبروتوكولات التفعيلية للاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وبحقوق المرأة وبمناهضة التعذيب، كل هذه الاتفاقيات مصر مصادقة على البروتوكولات التفعيلية لها، والمجتمع الدولي كله حتى بينظر معنا بمزيد من طيب الترقب. يعني عارفين انه في اتفاقيات وعارفين انه في قوانين، انا لو عندي ابن في هذه المؤسسة المفروض اعمل ايه؟ يعني في النهاية، يعني احنا دلوقتي خلينا نكون في منتهى الصراحة، في مشكلة في الاتجاه في القضاء المصري، هناك استخدام للقضاء سياسيا للزج بالمعارضين، وأي صوت يخرج عن المنظومة الموجودة للزج بهم والإطاحة بهم وإطاحة بالمنظومة القانونية. ولكن دعنا نناضل في سبيل هذا، هناك ما يعرف بالمجلس القومي لحقوق الأطفال والمجالس المتخصصة ومنظمات يعني المعنية، لابد من توثيق هذه الانتهاكات وتقديم شكاوى. احنا معنا ايضا ام مهند، والدة الطفل مهند، شهدت عيان على احداث اليوم، والدة احد الاطفال المرحلين الى مؤسسة المرج العقبية بالقاهرة، الطفل مهند ايهاب كان محتجز في كوم الدكة. ام مهند ان شاء الله يرجع لك مهند بالسلامة، احكي لنا ايه اللي حصل معاكم النهارده. السلام عليكم. وعليكم السلام. اول حاجة بس انا بعتذر عن صوتي، عشان صوتي بس ده الغاز اللي احنا كنا فيه طول النهار، فصوت رايح شويه. هو واضح بالنسبه لنا، فاتفضلي يا فندم. حضرتك احنا امبارح رحنا للمحامي العام في اسكندريه، واحنا مش عايزين ولادنا يروحوا العقابيه مع الجنائيين، ولادنا سياسيين ويفضلوا موجودين قدامنا نشوفوا اسكندريه. فالمحامي العام، المحامي العام وعدنا ان فعلا الولاد خلاص مش هيروح العقابيه خالص في القاهره. خدنا بعضنا ومشينا وخلاص وتمام كده. تاني يوم النهارده الصبح مفيش حد موجود، ام طفل معانا
موجود مريض، رايحه بتشوف الولد عشان تعمل له تحليل، اتفاجئت بالعربيه اللي هتروح العقابيه وهي جاهزه شرطه وجيش والولاد هينزلوهم غصب عنهم. فاتصلت بينا، فكلنا كأولياء امور رحنا، احنا عندنا وعد ان احنا الولد مش هيروح. لا الولاد هيروح، مالهم احنا مش الولاد يروحوا مع الجنائيين، قلنا دي قرارات مالناش دعوه بيها. المهم احنا واقفين الناس كلها اتجمعت، سمعنا اصوات للولاد جوه وهتافات عاليه جدا جدا. فكل الاهالي صارت بقى وانهارت الامهات، في ايه في ايه؟ قلنا مفيش حاجه، خلاص خلاص الولاد مش محدش هيروح ولا حد هيجي، خلاص خدوا بعضكم وروحوا. قالهم لا احنا مش هنثق في الكلام ده، احنا ازاي هنعرف ان اولادنا فوق بيصوتوا بالمنظر ده؟ طيب بعد كده حصل بعد كده، هل يعني انا سمعت في التقرير انه احدى الامهات بتقول احنا كنا 25 ام تقريبا، ومع ذلك تم اطلاق غاز عليكم وتم اطلاق خراطيم المياه، ده صحيح؟ بالظبط، احنا عرفنا ان الولاد قفلوا على نفسهم فوق بالجبال وهم كبوا عليهم ميه، فالولاد عشان كده قعدوا يهتفوا صاروا. احنا بقى تحت واحنا واقفين بنقول مش هنمشي مش هنمشي، وواقفين طيب. مكاننا ام فقط. مهند بقى، مهند احكي لنا قصه مهند، عمره قد ايه مهند؟ مهند عنده 17 سنه في ثانيه ثانوي، وهو ابني الوحيد، انا ما عنديش ولاد غيره. وكان اعتقل بسبب ايه؟ هو كان في الشارع، وكان في سيره في الشارع وهو واقف هو وصاحبه فاخدوه. يعني كان في مظاهره ولا كان واقف كده بس وخلاص؟ كان لا كان في مظاهره واتخذ منها، بعد ما المظاهره خلصت تكون فضت والعيال روحوا اخذوه من بعديها. طب انت اتكلمتي معاه مثلا مهند، اتكلمتي معاه بعد كده لما دخل مؤسسه كوم الدكه، هل تم اي اتصال بينك وبينه؟ ايوه انا كنت بزوره. طيب هو قال لك ايه اللي حصل معاه بقى بالظبط؟ هل تم الاعتداء عليه بالضرب او اي شيء من هذا القبيل النهارده؟ لا قبل كده. لا قبل كده كانت هنا برضه هناك في قلب المؤسسه هنا ذات نفسها من ضابط واحد. الباقيين بصراحه كانوا النهارده ناس محترمين جدا، لكن الداخليه اول ما جت فضلوا يقولوا لنا استنوا مشوا مشوا، ما مشيناش راحوا راحت الداخليه، جت اول ما الداخليه وصلت والجيش. طب انتوا كاباء وامهات ايه الاجراءات اللي انتوا اخذتوها لحد دلوقتي الرسميه؟ في اي اجراءات رسميه لعدم ترحيل اولادكم، للافراج عنهم، لاعادتهم للاسكندريه؟ في اي اجراءات خدتوها ولا لا؟ مفيش حضرتك اي حاجه، احنا مفيش حد، مش عارفين نوصل لمين ونقول ايه ونعمل ايه. احنا مفيش حد بيدينا، كل ما نروح لحد حد يقول لنا روح لفلان تعالى من عند كل يوم في الشارع من الصبح لحد اخر اليوم، يومنا خالص عندهم هناك. طيب اشكرك شكرا جزيلا ام مهند، والده الطفل مهند ايهاب، احد المعتقلين المرحلين من الاسكندريه من كوم الدكه الى مؤسسه المرج العقابيه. واشكر ايضا ضيفتي في الاستوديو الاستاذه نيفين ملك المحاميه والناشطه الحقوقيه، شكرا جزيلا. وما زلنا معكم في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. حملات واسعة للتضامن مع إبراهيم عزب طالب الصيدلة الذي يحاكم بتهمة الإرهاب. الأربعاء النطق بالحكم بعد إحالته للمفتي. القانون يفرض إعادة المحاكمة، فهل يفاجئنا القاضي بمسار مختلف؟ شاهد صفحتنا على اليوتيوب لكل ما يتعلق بالمشهد المصري مع 13 مليون مشاهد. youtube.com/AJM مصر. سجلته بعدستك على agm4video@gmail.com في فقرة شارك.
بفهم يستبطن دروس التاريخ وبعقل يستوعب أصالة الفكر والمعرفة، نمد جسوراً للتواصل مع الحاضر ونفتح آفاقاً لاستشراف المستقبل. مركز الجزيرة للدراسات من أجل فهم أفضل للواقع وخدمة قضايا المجتمع. المستقبل لم يكتب بعد، المستقبل يبدأ من هنا. مركز الجزيرة للدراسات. بعد نحو شهرين من تأجيل الدراسة، طلاب الأزهر يتحدون الإجراءات الأمنية ويستهلون فصلهم الدراسي الثاني بانتفاضة جديدة ضد الانقلاب العسكري. على وقع صراخ وبكاء ومشاهد درامية، قوات الأمن ترحل بالقوة العشرات من الأطفال المعتقلين بالإسكندرية إلى مؤسسات عقبية بالقاهرة وتعتدي على أهليهم والمتضامنين معهم. كلنا حريم، نزلنا الصوت بالنار والقنابل. رسالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية. حملات واسعة للتضامن مع إبراهيم عزب طالب الصيدلة الذي يحاكم بتهمة الإرهاب. الأربعاء النطق بالحكم بعد إحالته للمفتي. القانون يفرض إعادة المحاكمة، فهل يفاجئنا القاضي بمسار مختلف؟ العيشة بقت أسوأ من الأول، إحنا كنا ننتظر عيشة أفضل، بقت أسوأ. أجيب لك رغيف عيش تاكله دلوقتي؟ ما يتاكلش. المواطن المصري يئن وحيدا في مواجهة جشع التجار بعد نقص السلع التموينية وقلة جودتها. أهلا بكم من جديد، نواصل معكم فقرات برنامجنا مصر الليلة. أرحب بزميلي في التقديم في هذا القسم من البرنامج، زميل عمر فياض في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك عمر. أهلا بك زين. موجز الأخبار فيقرأك المعتاد الزميل سيد توكل. أهلا سيد. أهلا زين، شكرا لك. مشاهدينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأخبار. رحلت قوات الأمن 31 طفلا بالقوة من مؤسسة الأحداث بالإسكندرية إلى المؤسسة العقابية بالمرج في القاهرة بعد الاعتداء على الأهالي المعتصمين أمام الدار والأطفال داخل العنابر بقنابل الغاز وطلقات الخرطوش. وأضافت المصادر أن 91 طفلا ما زالوا محبوسين بالإسكندرية، وأشار إلى أن قوات من الأمن المركزي والوحدات الخاصة ترافقها تشكيلات من المنطقة الشمالية العسكرية اقتحمت أماكن احتجاز الأطفال واعتدت عليهم بالضرب المبرح. أطلق نشطاء حملة توقيعات دولية للإفراج عن إبراهيم يحيى عزب الطالب بالسنة النهائية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، والذي حكم عليه غيابيا بالإعدام قبل أن يتم اعتقاله أوائل الشهر الجاري بتهمة التخطيط لقتل ضباط شرطة وحيازة أسلحة. وقال نشطاء إن الاعترافات التي بثتها وزارة الداخلية لعزب انتزعت منه بالإكراه. وكان إبراهيم عزب قد واجه اتهامات عام 2009 بالانتماء لخلية إرهابية، لكن محكمة الجنايات برأت المتهمين عام 2010 لعدم كفاية الأدلة. نظم عدد من شباب القوى الثورية المستقلة وقفة أمام نقابة الصحفيين، وذلك تضامنا مع المعتقلين في السجون. وردد الشباب هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، منددين بسعي القوى السياسية للكراسي فقط ونسيان المعتقلين. كما طلب المشاركون في الوقفة بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية. نظم عدد من أبناء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية لندن وقفة أمام رئاسة مجلس الوزراء البريطاني في داونينج ستريت للتضامن مع المعتقلين في سجون الانقلاب. وطلب المتظاهرون بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن كافة المعتقلين، قائلين إن عددهم نحو 20,000 ويعانون من ظروف سيئة. اجتاحت المظاهرات فروع جامعة الأزهر في القاهرة والمحافظات استجابة لدعوات طلاب ضد الانقلاب للتظاهر. ففي القاهرة نظم طلاب جامعة الأزهر وقفة احتجاجية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للتنديد باعتقال المئات من زملائهم في الفصل الدراسي الأول.
طلب المشاركون في المظاهرة بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المتورطين في قتل الطلاب. حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري جلسة الثلاثاء القادم لنظر أولى جلسات الدعوة المطالبة بوقف وإلغاء القرار الجمهوري بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. يأتي هذا بينما قالت مصادر للجزيرة مباشر مصر إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سوف تعقد اجتماعا في 7 مساء اليوم بمقر الهيئة للاستعلامات بمدينة نصر. واستبعدت المصادر أن يتم اليوم تحديد موعد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية. آخر ما لدينا من أخبار حتى الساعة، عودة للزميل زين العابدين لاستكمال باقي فقرات مصر الليلة. شكرا يا سيد. وقبل أن نبدأ في هذا القسم من البرنامج نتوقف أيضا مع الزميل عمر فياض ليعرف المشاهدون كيفية المشاركة في قضايا مصر الليلة. إليك عمر. شكرا زين. بداية أذكر المشاهدين بالمواضيع المتبقية في حلقة الليلة. الموضوع الأول سيكون عن إطلاق النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي لحملة تطالب بالإفراج عن إبراهيم عزب الطالب بكلية الصيدلة والذي لقي حكما بالإعدام. الموضوع الثاني سيكون عن صراخ الفقراء. لكن أحيل المفتي لكن سيحكم عليه يوم الأربعاء. أشكرك زين لتصحيح المعلومة. الموضوع الثاني سيكون عن صراخ الفقراء من نقص السلع التموينية لهم. أرسلوا لنا أراءكم حول هذه المواضيع من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. تكتبوا التدوينة أو السؤال وتضيفوا هذا الهاشتاج في النهاية وسنقوم بمتابعة هذا الهاشتاج أو من خلال متابعتنا على صفحتي البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. يمكنكم أيضا أن تتركوا الآراء والأسئلة وسنقوم بمتابعة كل هذا مع الزميل زين وضيف الكرام. شكرا لك عمر. صحيح المعلومة بداية. شكرا لك عمر. هل يكون إذن طالب الصيدلة إبراهيم العزب أول مناهض للانقلاب العسكري يرتدي البدلة الحمراء؟ فقد تحدثت يوم الأربعاء المقبل جلسة النطق بالحكم في القضية التي كانت معروفة إعلاميا قديما بخلية المنصورة، ثم سبحان الله أصبحت الآن معروفة بخلية السويس، والتي تم فيها إحالة أوراق 26 متهمة للمفتي غيابيا بينهم العزب بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية على المجرى الملاحي لقناة السويس. وكان العزب قد ظهر في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية عقب إلقاء القبض عليه وهو يعترف بحيازة أسلحة ومواد متفجرة وخرائط لمديرية الأمن والتخطيط لأعمال إرهابية، اعترافات رجح كثيرون أنها جرت بالإكراه مستندين إلى أثار التعذيب البادية على وجه إبراهيم العزب. حملات التضامن الإلكترونية والتحركات الحقوقية الواسعة انطلقت وأعلنت تضامنها مع إبراهيم العزب رافضة لحكم إعدام متوقع. فهل تحققت المطالب أو تحققت للطالب الشاب ضمانات المحاكمة العادلة والشفافة؟ وهل انخفض سقف المطالب الحقوقية من الحرية للمعتقلين إلى مجرد رفض إعدام المعتقلين؟ بقى تفاصيل ضرب النار ده غير بعدين لما شفت فيديو على الأون تي في إن شفنا حوالي كان فيديو حاصر حوالي 3 قتلى وعشرات الإصابات. تسجيل من ضمن تسجيلات يداوم على نشرها الإعلام المصري بشقيه الحكومي والخاص ويستعرض اعترافات من يسميهم بالإرهابيين. في التسجيل يتحدث إبراهيم عزب ويحكي عن حمله للسلاح إلى آخره، ولكن ببعض البحث عن إبراهيم تتضح لنا أمور أخرى. أوراق المحكمة، الرسالة، أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية في هذه القاعة تحدث القاضي بمنتهى الهدوء أمام قفص فارغ ومقاعد بلا محامين ليصدر حكما بالإعدام على مجموعة من المتهمين منهم إبراهيم. الحكم كان في قضية عرفت بخلية السويس في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أن يبرئه القضاء ليخرج إبراهيم حرا في العام 2011 ويحصل على حكم بالتعويض من ذات القضاء. هذه الصور لإبراهيم ومعه متهم آخر في ذات القضية وهو مصطفى جلال تداولها نشطاء على صفحات فيسبوك وتويتر. هذه الصور التقطت يوم اليتيم حيث اختار إبراهيم ورفيقه قضاء هذا اليوم مع هؤلاء الأطفال لرسم البسمة على وجوههم
فيما تداول نشطاء آخرون صور الطالب محمود وهبة المتهم في قضية مماثلة وهي خلية المنصورة، مستغربين ادعاء الأمن اشتراكهم في خلايا إرهابية. أنا كنت برصد خروج الراجل اللي هو عبد الله، تمام، بيخرج الساعة كام، وبلغتها لخالد، وده كانت مهمتي يعني. وفي ذات مكان الاعترافات الذي يقول نشطاء إنه مقر مبنى الأمن الوطني بالمنصورة، يتحدث عدد من طلاب الجامعة باعترافات حول حملهم السلاح وقتلهم أحد عناصر الشرطة، وكما حدث مع مجموعة إبراهيم عزب، حدث مع قضية خلية المنصورة الثانية تعذيب باد على الوجوه، فيما تقرأ الاعترافات من ورق مثبت على فوهات السلاح. الجماعات الإرهابية وحتى الإسلامية قبل كده ليه طب أسنان هندسة يعني ليه منتشرة من هذه مع أنها كليات قمة؟ هكذا حاول هذا الخبير الأمني التلفزيوني تشخيص المشكلة ووافقه قيادات الأمن في ذلك. رأت قوات الأمن بالمنصورة ألا بديل عن القوة والحل الأمني لقمع العمل السياسي بالجامعة، فبعد اعتقال رئيس اتحاد طلاب الجامعة ومطاردة معظم رؤساء اتحادات الطلاب بها، زار مدير أمن الدقهلية حرم الجامعة وسط حراسة مشددة بعد فض مسيرة داخل الحرم بالغاز والخرطوش. يرى البعض أن ما يحدث لطلاب الجامعات المصرية عامة وطلاب جامعة المنصورة على وجه الخصوص تجاوز حدود المنطق. يكفي أنه في الماضي كانت هناك الرفاهية للمطالبة بتحسين الأحوال، انخفضت للمطالبة بحرية هذا أو ذاك، ليصل أخيرا حد المطالبات إلى أدنى سقف. الحياة لإبراهيم عزب. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو عمرو عبد الهادي المحامي والناشط الحقوقي، أهلا وسهلا بك. ومعنا أيضا عبر سكايب من النرويج عبد الرحمن عزب شقيق إبراهيم عزب، أهلا وسهلا بك. وأبدأ بك أستاذ عمرو عبد الهادي، هذه القضية تعود إلى عام 2009 وبعدين كان اسمها قضية جهاد المنصور، خلية جهاد المنصور، ثم أصبحت بعد كده خلية السويس. خلية السويس في النص بقى كل المتهمين تم الإفراج عنهم في عهد المشير طنطاوي، في عهد المجلس العسكري، بل وحصل بعضهم على تعويضات من الدولة على التعذيب. بالظبط. إزاي بقى أصبحوا فجأة بقى خلية المنصورة مرة تانية؟ هو بس خليني أقول لك، أنا اتفاجئت لما عرفت إن هو نفس القاضي كمان، تقريبا هو ده القاضي. يعني أنا مش شايف حتى الشاري. الأحكام الغيابية اللي بتصدر يعني ما بتبقاش بالطريقه دي، القفص فاضي، محامين مفيش. ما هو حكم غيابي، مش ما هو حكم غيابي بيكون في وسط قضايا اخرى. القاضي ما بيجيش من يومه وبيجيب القضايا الغيابي كلها وهيقول هيحكم فيها النهارده، بيبقى فيه في القضايا كلها لسته فيها مثلا 10 غيابي و10 حضوري وبينده، فاهمني ازاي؟ هيبقى في ناس موجوده طبعا، ده الامن هو اللي موجود والقاضي. يعني فعلا اللي قاله احمد حلمي المحامي، انا قريت حاجة ساخرة كده، اللي هو القاضي قرر يصحى من النوم وينادي القفص فاضي وبعدين يحكم. حلمي هيجي معانا ان شاء الله دلوقتي. بيقول ان هو كان بيكلم الحيطان. ما فعلا والله كان ده يعني فعلا ده حاجة غريبة جدا. الظاهر هو القاضي ده اللي واخد توكيل عشماوي، يعني هو ده اللي هو قاعد قال انا هحكم في كل القضايا، فده اللي طلع لنا القضية بتاعت ده. هو قاضي للرئيس مرسي. بالظبط، وده اصلا عليه شوائب كتير وكان موقوف قبل كده وبعدين قدم طلب بغض النظر ورجع. يعني حاجة انا ما اقدرش اتكلم فيها. لا يعني واضح ان رجوعه كان هو ده اساس رجوعه، بس خلينا اكلمك عن القانون. طب قبل القانون، هل هذه القضية فيها قتل؟ حد مات؟ لا، هي قضية معظمها كل الأدلة اللي فيها ينتوي انه يعمل كذا وينتوي انه يعمل كذا، بس برضه خليني اقول لك ان القضية ما عندناش حد مات في هذه القضية، لم يقتل احد في هذه القضية. والقضية اللي بيكون فيها نوايا اعدام او فيها حكم بالاعدام لا يتم الافراج عن الشخص، فاهمني؟ زي مثلا حسني مبارك. حسني مبارك قاعد في قضايا مثلا عليها حكم اعدام ما قدروش يطلعوه، فاهمني؟ انما خلينا اخدك للقضيه نفسها لما جم يحكموا على ابراهيم. يعني هو خرج في مارس 2011، في مارس 2011 خرج افراج وكمان استلم احرازه، يعني كانوا محرزين له كمبيوترات وحاجات استلمها، فانت اساسا نسفت القضيه، يعني رجعت الاحراز
ده رجال الاحراز فعلا. النيابه رجال الاحراز طبعا، والاحراز بتتم الطلب للنيابه وموافقه من المحامي العام وغيره ورجع له الاحراز، يعني اذا ما فيش حرز في القضيه. وسافرت الناس دي اللي راح بره مصر اشتغل بالزبط. واللي قاعد في مصر ومش عارف ايه بالظبط، وافرج عنهم في مارس 2011 يعني افرج عنهم كمان بقرار نيابه، يعني قرار قانوني بحت. ده كان في اطار ما عرف وقتها بتسويه اوضاع المعتقلين. بتسويه اوضاع المعتقلين ماشي، كان فيهم بقى ناس بموافقة المجلس العسكري يعني من 2009 دي كان فات عليه فتره كبيره جدا قيد التحقيق، ولم يعترض الامن العام ولم يعترض المخابرات الحربيه ولا المخابرات العامه ولا امن الدوله. بالظبط. لازم اقول لك بقى على حاجه تانية. يعني انت شوف، اولا موقع وزاره الداخليه كل يوم بينشر ادانه ليهم، يعني بس انا لو رحت المحكمه الجنائيه الدوليه ورحت الامم المتحده قلت لهم تعالوا شوفوا موقع وزاره الداخليه، هتلاقي ابراهيم مشوه جسديا وهو بيقرا من ورقه الاعترافات دي. اول حاجه تلبس الدوله كلها في الحيط، فاهمني؟ عن طريق موقعهم الرسمي. طيب. الاولاد اللي عمالين يقروا من الورقه وعينيهم رايحه جايه بتقرا من الورقه وملابسهم مقطعه ومشوهين، برضو ده حاجه تانية انتهاك. الحقيقه استاذ زين، القضاه مش عايزين يسيبوا خط رجعه، يعني احنا كسياسيين مهمتنا ان بعد سقوط الانقلاب، بعد رحيل الانقلاب مش سقوطه لانه هو بالفعل سقط بعد اسبوعين، بعد رحيل الانقلاب مهمتنا كسياسيين نلم شمل الناس اللي لم تتورط. القضاء بياخد الدوله كلها، انا ما اقدرش، بس مش هقدر محدود برضو من القضاء، مش لا ما اقدرش، انا ما اقدرش لما يسلم واحد بريء ها ليه حبل المشنقه ما فيش قاضي بعد كده يجي يقول لي. المستشار وليد شرابي نسبه الفساد 20%. لا لا انا ما اقدرش، بص مع ده انا ما اقدرش اقف قدام الشعب واقول له يا جماعه نسامح الكل متورط، سواء بالسكوت او سواء بما فعله. معنا عبر سكايب من النرويج المهندس عبد الرحمن عزب، شقيق طالب الصيدله ابراهيم عزب، اللي شفنا اعترافه قبل قليل المفصل، وشفنا اثار التعذيب على انفه، وشفنا انه يقرا من ورقه كما بدا من الصور. لكن انا عايز اولا باشمهندس عبد الرحمن احكي لنا، هو ابراهيم تم القبض عليه ازاي بعد كده؟ لان هو كان افرج عنه في 2009 يعني 2011. نعم. بالنسبه للقبض عليه بعد الانقلاب، هو طبعا بعد ما حصل الانقلاب تقريبا بايام قليله بدا ضباط امن الدوله اللي ابراهيم كان عارفهم ايام فتره الاعتقال الاولانيه يتصل بيه بعضهم ويقول له احنا رجعنا وانتوا هترجعوا المعتقل ثاني. فبدا شويه تهديد، وبعدين الموضوع ده استمر، والحقيقه ابراهيم كان بيرد عليهم ردود يعني شديده، كان يمكن بيشتمهم، فيمكن ده كان غلط، كان يمكن يعتبر استبداد للشخصيات دي. فاللي حصل ان هو يوم انا مش متذكر الحكم القيادي صدر في التاريخ كان بالضبط، ولكن احنا يعني سمعنا به من الميديا. الحكم الغيابي صدر في تقريبا الشهر اللي فات ده، شهر فبراير. اخر فبراير تقريبا. فاحنا سمعنا به زي الناس كلها، يعني ما حدش قال لنا على ميعاد محاكمه، حتى المحامي نفسه ما كانش يعرف، يعني احنا عرفنا عن طريق المحامي، والمحامي نفسه عرف بعد ما الحكم صدر. طب ممكن تعلي صوتك شويه يا باشمهندس علشان نسمعك كويس؟ احنا عرفنا بعد ما الحكم صدر عن طريق المحامي، وبعد ما عرفنا وفوجئنا طبعا ان ده حكم غيابي وما كانش فيه تحقيقات ولا كان فيه حد يطل لمحكمه ولا كان فيه استدعاء ولا كان فيه حتى اعتقال قبل الحكم الغيابي. فطبعا كان فيه كلام ان دلوقتي ده حكم بالاعدام، فيعني الحقيقه انا حتى نصحت ابراهيم قلت له طب شوف طريقه يعني ممكن تحاول تمشي بيها من البلد او حاجه، بس هو عشان فاضل له يعني في البكالوريوس، هو طالب بكالوريوس وفاضل له ترم واحد فقط، خلص امتحانات الترم الاول في رابعه صيدله بتقديره العام جيد جدا، تقديره التراكمي جيد جدا، فمن عارف واحد ارهابي ازاي يكون عنده. طيب هو قبض عليه ازاي بقى؟ كيف تم القبض عليه؟ يوم 7/3 الساعه تقريبا 3 صباحا او حاجه زي كده. كان اتصل بيه قبليها واحد من زمايله ان في طفله مريضه وتعالى هات معاك، تعالى شوفها عشان محتاجه دواء. طبعا راح المكان ده وفوجئ ان قوات الشرطه في الجدار وفي العقار والاحراز دي كلها موجوده،
وفوجئ ان زميله اللي اتصل بيه دوت كان بيتصل بيه تحت تهديد السلاح. تمام. فهو ما كانش موجود ولكن تم استدعائه بهذه الطريقه واستدعاء بقيه زمايله بطرق مشابهه. طيب انت من معرفتك بابراهيم هل له اي افكار يعني جهاديه او له اي علاقه بجماعات تكفيريه او جهاديه؟ لا لانه ما يعني ما عندوش وقت الحاجات دي. هو يعني تركيزه من ساعه ما طلع من الاعتقال تركيزه ان هو يعوض السنه اللي نظام فقط سنه في المعتقل لما كان المعتقل من 2009 مش فاكر فقط سنه او سنتين فكان ده كان كل ده كان ده كل همه يعني هو يعوض ما فقد. طيب اسمح لنا باشمهندس وانت بتكلمنا من النرويج يعني انا تذكرت ما حدث في النرويج تقريبا من حوالي 3 سنين او شيء مع اندرس بريفيك حضرتك تفتكره اكيد. قتل اكثر من 93 واحد. ده اللي قتل 93 واحد وفجر عمل تفجير لمجلس الوزراء في اوسلو وبعدين خد مركب ولبس لبس شرطه وراح لجزيره فيها طلاب لحزب العمال وقتل 93 طالب بشكل يعني بشكل ببرود اعصاب يعني. هذا هو الرجل الذي يظهر على الشاشه الان وهذه هي كيفيه محاكمته. يعني هذا رجل قاتل 93 واحد وعمل تفجير لرئيس مجلس الوزراء نجا منه رئيس مجلس الوزراء وهكذا يعامل في المحاكمه في الصور التي نراها الان على الشاشه. لابس بدلة وحاطط كريم في شعره والأمن شوف بيتعامل معاه ازاي بمنتهى اللطف لأنه له حق لأنه يعتبره إنسان حتى رغم أنه هو مخطئ لكن هذا لا يجعله يفقد حقوقه كإنسان. وهو نازي ومضاد للعرب ومضاد للمهاجرين ومضاد للإسلام ومع ذلك وقتل 93 منهم أطفال أيضا وقتلهم وغير نادم على قتلهم لكن هذه هي الكرامة الإنسانية التي نريدها في بلادنا والتي هي مفتقدة الآن في معاملة المعتقلين لا سيما في مصر. مثال صارخ بالمناسبة أندرس بريفيك عامل إضراب عن الطعام لأنه عايز بلاي ستيشن 3 في المعتقل حاليا. هو عنده لابتوب جابوا له لابتوب من شهرين فزهق من اللابتوب وعايز بلاي ستيشن. هو عايز مش بس بلاي ستيشن عايز بلاي ستيشن 3 اللي هي لسه نازله يعني في السوق من فتره قريب. لكن استاذ عمرو عبد الهادي بقى ايه اللي هيحصل يوم الاربعاء؟ لان في حملات للتضامن مع ابراهيم عزب بتقول ان ابراهيم عزب انقذوه هيعدم يوم الاربعاء وده طبعا غير صحيح. لا 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 هو غير صحيح. اولا هو طالما اتمسك ابراهيم بتعاد المحاكمه كامله. وانا عايز افكركم بس الحقيقه لموضوع السني اللي هو قتل اكتر من واحد في الثوره في احداث ثوره يناير واخد اعدام غيابي ولما اتعادت محاكمته راح اخد براءه. فانا بقول لحضراتكم ده حكم تخويفي ليس اكثر من ذلك وبدليل تداولها قالوا ايه؟ دول ما لهمش اي علاقه بالاخوان. فاهمني ازاي؟ كتبوا على طول تداولها اليوم السابع على طول المخابراتي يوم السابع على طول راح كاتب كلمه واحده على طول قال لك خلية السويس القبض على 21 اخواني الاعدام ل 21 اخواني ولا هم اخوان ولا هم من السويس بس الظاهر هي عند خالد صلاح منفذه على بعض المنصوره حدودها مع السويس تقريبا يعني. بس المفروض ان هو احالها للمفتي المفروض المفتي ان ده احكام غيابيه المفروض ان هي لما ترد عند المفتي يبتدي يتعمل لها اعاده والمفتي ده مش المفروض يقول لا على اي حاجه في ولا في كل احكام الاعدام لازم يقول يعني كل لا 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 هو رايه استشاري وغالبا بيجي دايما بس هو الحقيقه دلوقتي المفتي اللي موجود دلوقتي ده يعني ده مش يقول ده بيقول تسلم الايادي يعني والنعمين. لا ما بقتش بقت تسلم الايادي. ينضم الينا ايضا عبر الهاتف من القاهره المحامي احمد حلمي عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين. استاذ احمد اهلا وسهلا بك. يعني تابعنا ما كتبته عن هذه القضيه وانك رايت ابراهيم راي العين اثناء التحقيق في النيابه. احكي للمشاهد لو سمحت ماذا رايت؟ احنا يوم السبت اللي فات كان عندنا تجديد حبس في قضيه مشهوره هناك قضيه 423 انصار بيت المقدس. عندنا مجموعه كبيره منها ما جاتش محتجزين فاحنا بنترقب وصولهم. لما كنا في المحكمة شهدنا منظر جريء جدا، قوات أمن كتير قوي، رتب عالية جدا، عربيات مسيمة. ف
فده عندنا معناه ان في قضيه جديده اتطايرت دلوقتي. عاده احنا بنتمنع من دخول القضيه لو التحقيق فيها اول مره. بس احنا كنا شاكين القضيه دي تبعنا، فحاولنا بكل الطرق نعرف مين اللي جه. لما طلعت كان في الدور الثاني تقريبا في النيابه، شفت منظر حوالي 6 أو 7 مش فاكر العدد بالظبط، كانوا متجمعين ومتكلبشين مش قاعدين على الارض، متكومين. هو كان واضح ان اثر التعذيب عليهم جامد جدا، فكانوا نايمين على الارض كلهم. المنظر حقيقة كان بشع. وشفت حضرتك اثار التعذيب عليهم؟ كان ظاهر قوي، كان ظاهر. انا بقول لك نايمين على الارض كلهم متكومين. ما كناش عارفين القضيه دي بتاعت ايه، فحاولنا بكل الطرق اننا نعرف، ما قدرناش نعرف. لغايه ما وصل لنا كلام ان الترحيله دي جايه من المنصوره. احنا لاحظنا ان اللبس بتاع الامن مش لبس القاهره، ففهمنا ان القضيه جايه من محافظه ثانيه. في اليوم ده احنا اتمنعنا من الطرق، اللي هو اللبس الزيتي، يعني كانوا لابسين زيتي، فعرفت ان هو جاي من خارج القاهره. احنا شكينا انها الاسماعيليه الاول، بس ما قدرناش في التوقيت ده نكتشف دي قضيه ايه. لما شفنا الناس الامن اللي موجود بدا يلاحظ ان المحامين بداوا يتشدوا بسبب المنظر التعذيب الظاهر على الناس. فتعمدوا اخلاء الدور وطلعونا بره، وما قدرناش نعرف القضيه دي ايه. لغايه كده اليوم ده احنا شفناهم بالمنظر ده، بس ما كناش نعرف القضيه دي. ثاني يوم كنا بنستكمل تحقيقات، وكانوا هم جايين شفناهم وهم نازلين بقى من عربيه الترحيلات، نفس المشهد بتاع عصر 67 ده، متكلبشين ومتسمكين وحاطين ايدهم على بعض، ماشيين في شكل طابور، حافيين، الهدوم مقطعه، منظر التعذيب واضح جدا عليهم يعني. لما دخلوا في التوقيت ده كان الاستاذ محسن بهنسي موجود، يبدو ان هو كان المحامي بتاع ابراهيم العزب. هو كان معاه في القضيه الاولانيه. فيبدو انه عرف خبر رد عليها وشاف الفيديو فجه النيابه. طبعا دخل محسن حضر معاه. انا كنت بحضر مع متهم تاني دون ذكر اسمه في قضيه ثانيه. لكن كانوا في نفس الاوضه مش كده؟ يعني حضرتك كنت نفس وكيل النيابه هيستكمل معايا تحقيق، وهو نفسه بيحقق مع ابراهيم العزب. تمام. فتصرف ان احنا دخلنا كلنا الاوضه مع بعض، فشفت ابراهيم. والمتهم اللي معايا اتعرف عليه، وبدا على القضيه الاولانيه، انتوا هتعملوا ايه في القضيه بتاعه الاعدام؟ طب احنا هنعمل ايه؟ احنا مالنا؟ مش انتوا اللي طالبين علينا؟ اللي بيسال انتوا هتعملوا ايه؟ ده وكيل النيابه. بالظبط. هو يعني احنا بنقول له يعني انتوا النيابه الممثله في القضيه، انتوا والرد احنا مالنا؟ ده ردكم انتوا ولا رد المتهمين؟ ولا المتهمين مش قادرين يردوا اصلا؟ لا ان المتهمين ما بيتكلموش خالص. ابراهيم العزب كان في حاله عامل يعني مش عارف اوصفها لك، مش عارف ايه، قاعد على سن الكرسي مش قادر يتحرك، لان كل حركه بتعمل له الم، واضح جدا ان عنده كسور في حاجه. حضرتك كتبت انه واضح ان عنده كسور في القفص الصدري في الاضلع، وعنده كسور في دراعه في كتفه. لان كان المفروض انه يقوم من على الكرسي والمتهم بتاعه يقعد مكانه، فمحسن بهنفي قوي يقومه يساعده. كل ما يجي يسنده يصوت. كان عنده مشكله كبيره، ومحسن بيحاول ينيمه على الكنبه وبيدوس عليه، وانا بقول له محسن ما تدوس عليه، ده واضح ان عنده كسور، في عظم مكسور عنده، انت كده هتتعبه اكتر. لا عارفين ننيمه ولا عارفين نقعده، حالته كانت صعبه الحقيقه. الفكره ان النيابه هي نفسها اللي محققه في نفس القضيه الاولانيه، فاحنا بنقول له انت هيئه الادعاء واحنا تحت ايدك، ما تودينا القضيه الاولانيه. قال لك لا ده مش اختصاصي، انا بحقق في القضيه الجديده. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لك ما اعرفش، ده شغلكم. طب شغلنا ايه؟ انتوا حابسين الناس والناس عندكم، يا تعرضونا على المحكمه يا بتدونا اعدام، انتوا بتكلموا الحيطان والقاعه فاضيه، واحنا محطوطين في السجن، ما حدش عايز يجيبنا. اما يعني التركيبه القانونيه كده ما تفهم لهاش معنى، الا ان الحكم ده مقصود بيه مجرد الفرقعه، قياس رد الفعل لما نطلع احكام اعدام الناس هتعمل ايه؟ لكن ايه بقى حقيقه موضوع الاعدام؟ يعني المفروض حضرتك يوم الاربع ايه اللي هيحصل مع القاضي؟ الطبيعي يعني، الطبيعي احنا عارفين انه احنا دلوقتي مش في مسار طبيعي، لكن الطبيعي ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض ان هو الجلسه اللي فاتت 26/2 قرر ارسال الاوراق للمفتي لاستطلاع رايه. وقرر نطلب الحكم 19 مارس. تمام. المفروض 19 مارس هيعقد جلسته وينطق الحكم بالاعدام. طب هينطقه، المفروض ان هو حكم بحال الاوراق للمفتي غيابياً، لكن دلوقتي المتهم حاضر. ما هو احنا قدام حاله من الاثنين، اما ان المحبوسين يحضروا الجلسه، النيابه تحضرهم الجلسه، فيعتبر حاله الاوراق للمفتي كان لم يكن، تتلغي كل القرارات وكل ما اتخذ من اجراءات في الدعوه، ويعاد المحاكمه من اول وجديد. تمام. او انه ما يجيبهمش الجلسه،
فتفضل المساله كيابي فينقل الحكم بالاعدام. طيب صدر مين ياخد قراره في كده النيابه؟ طيب هنفترض ان الحكم يصدر بالاعدام، ايه الاجراءات اللي بعد كده؟ الاجراءات المتهم الغيابي يعمل اعاده اجراءات. المتهم طبعا لو هو في الخارج، لو هو هربان، بيقدم نفسه لجلسه اعاده اجراءات وتتحول لموضوعي بعد كده ونبدا ننظر للقضيه. هل في امكانيه ان هم يتجاهلوا طلباتكم باعاده جلسه، بعمل باعاده اجراءات؟ يعني انتوا تقدموا ويقول لك ما وصلناش ورق ومش عارف ايه وكلام زي كده، ولا مفيش امكانيه؟ المشكله ان انا ماليش صفه اصلا. لا انا بتكلم على المحامين عموما يعني. ايوه، ما هو المحامي ملوش صفه بدون وجود المتهم، لان هنا مفيش توكيل، هنا الاصيل موجود، فلازم الاصيل يجي وانا احضر معاه. طول ما هو ما جاش انا ماليش وجود. يعني انا لو رحت جلسه يوم 19 دي وقلت له انا حاضر، هيقول لي انت مين؟ انت مالكش صفه. فبالتالي انا ماليش حضور. الوحيد اللي يملك ده النيابه العامه، بتخطر السجن لاحضارهم لعمل اعاده اجراءات ده اذا صدر الحكم. هل النيابه العامه ملزمه باحضار اولئك المتهمين الى جلسه 19 مارس، او ملزمه باحضارهم لجلسات اعاده الاجراءات؟ النيابه خصمة الدعوه، ممثل هيئه الدعاء، لها اتخاذ كل الاجراءات بما فيها القبض على متهم اذا كان هارب. امال مين اللي بيقبض عليه؟ لو القضيه منظوره ومتهم هارب تستطيع النيابه ان هي تقبض عليه وتقدمه للمحكمه. لكن هي ملزمه، هل هي ملزمه بتقديمه للمحكمه؟ هي ملزمه بالطبع، لان هي اللي بتباشر هذه الاجراءات. والحبس الاحتياطي او اي حبس في السجن هو تحت سلطه النيابه، معنى كده ان المتهم في حوزه النيابه. على النيابه ان تخطر السجن وتحضره للجلسه، او تخطر السجن ان يحضر. ما هو السيناريو الكابوس في هذه القضيه؟ السيناريو الكابوس والله، بص يعني انا طبعا صدمة بالاعدام دي غريبه شويه، خاصه اذا نظرت الاوراق القضيه. انا بكلم حضرتك وورق القضيه موجود قدامي. تمام. هزلي بشكل لا يمكن تتخيل. دي لا يمكن تكون قضيه. ان المحكمه تصدر فيها حكم بالاعدام ده شيء يخوف. يعني اتوقع انك تدي حكم الجري 10 سنين ولا حاجه، على ما الناس تيجي وبعدين ننظر القضيه. لكن تعمد انك تدي اقصى عقوبه في اوراق ما فيهاش حاجه خالص، كلها قائمه على النيه، ده شيء يخوف الحقيقه. يعني هل احنا قدام محاكمه عادله ولا لا؟ ده مصدر خوفي من الموضوع. هل احنا هنبقى كبش فدا ونتقدم عشان تضرب المربوط يخاف السيد؟ ده خوفي من القضيه دي. انا الحقيقه خايف منها. تمام. معنا ايضا عبر الاقمار الاصطناعيه من اسطنبول الاستاذ احمد مفرح، الباحث بمؤسسه الكرامه لحقوق الانسان. استاذ احمد اهلا وسهلا بك. يعني من عجائب الاقدار ان احنا كنا بنعرض ايضا قبل قليل فيديو لمتهم بقتل 93 مواطن في النرويج ومعاملته في المحاكمه، ورايح ببدله وبدله شيك كمان ويعامل بمنتهى الاحترام، ثم نجد مصري متهم في قضية لم يقع فيها قتيل واحد ونجده بهذه الصورة من التعذيب. والأستاذ أحمد حلمي قال لنا قبل قليل أنه شافه وهو لا يستطيع أن يتحرك من كثرة التعذيب. المجتمع الإنساني الدولي وأنت كناشط حقوقي كيف ينظر إلى مثل هذه القضايا، خصوصا أن احنا عندنا ممكن يكون عندنا أول حكم إعدام على أناس مناهضين للانقلاب العسكري منذ 3 يوليو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اللي احنا بنراه منذ 3 يوليو وحتى الآن أستطيع أن أضعه في إطاره الحقوقي بأننا لسنا أمام أي إجراء من إجراءات المحاكمة العادلة، ولسنا أمام أي محكمة لديها الصفات التي تجعلها محكمة عادلة. منذ 3 يوليو وحتى الآن نرى أشخاص يتم إلقاء القبض عليهم ويتم زجهم بالسجون ويتم محاكمتهم أمام محاكم تصدر أحكام غاية في الغرابة. منذ 3 يوليو ونحن نرى النيابة العامة وهي تقوم بالتحقيقات في يعني اتهامات هزلية وتقوم بحبس الأشخاص. منذ 3 يوليو ونحن نرى السلطات في مصر تتعامل مع التشريعات المتعلقة بأوضاع المحاكمات العادلة وأوضاع المعتقلين بشيء ليس له علاقة بحقوق الإنسان. الحبس الاحتياطي أصبح طويل المدة، التظاهر أصبح جزء من الأجزاء المعاقب عليها وخلافه، وبالتالي فنحن إزاء حالة من حالات اللاقانون التي تحدث في مصر مرتبطة بمقتضى المحاكمات العادلة. نحن لسنا أمام محكمة عادلة، نحن لسنا أمام إجراءات المحاكمات العادلة في مصر الآن. طيب أرجو أن تبقى معي أستاذ أحمد مفرح. أيضا من المهم التركيز على القاضي المستشار شعبان الشامي الذي يحاكم
أو يحكم في هذه القضية، وهو أيضا الذي يحاكم الدكتور محمد مرسي. أهم القضايا التي أصدر فيها أحكاما وينظرها القاضي شعبان الشامي الذي حكم على إبراهيم العزب و26 آخرين بحالة أوراقهم للمفتي تمهيدا للنطق بالإعدام يوم 19 مارس القادم، منها إحالة أوراق 26 متهم للمفتي كما قلنا بينهم إبراهيم عزب. يحاكم أيضا الرئيس محمد مرسي و130 آخرين في قضايا اقتحام السجون، وأصدر قرارا بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع، كما أصدر حكما بالسجن المؤبد ضد أحمد عرفة عضو حركة حازمون، وأصدر حكما برفض الاستئناف المقدم من خيرة الشاطر و17 آخرين على قرار حبسهم، وأصدر حكما بتأييد قرار النائب العام بمنع التصرف في أموال 25 من قيادات الإخوان المسلمين. إن كان هذه هي الأحكام هي عنوان العدالة فهذه هي العدالة الآن في مصر. نشوف أيضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيه رأيهم في هذه القضية، قضية الطالب إبراهيم عزب، مع الزميل عمر فياض. تفضل يا عمر. مشاهدون أيضا كثر ربطوا من خلال القاضي وضع مبارك الآن وتواجده في المستشفيات العسكرية وغيرها، ووضع هذا المعتقل الذي ينتظر ربما حكما بالإعدام. دعني أستعرض أيضا بعض التعليقات التي جاءتنا بداية من على فيسبوك. حساب بعنوان العدل أساس الحياة يقول: إبراهيم عزب سيكون خالد سعيد لإشعال ثورة أخرى ضد القمع والظلم من حكم العسكر مرة أخرى. أما عن أحمد غنيم يقول: إعدام العزب هو إعدام لكل ضمير راضي بالظلم أو ساكت عنه. تعليق آخر لعلي يقول: إبراهيم عزب سيكون الشرارة التي تشعل الثورة الكامنة في نفوسنا. أما عن ننتقل إلى تويتر، أبو علي يقول: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قرب نصر الله إن شاء الله أو اقترب نصر الله. أما عن محمد مهدي يقول: نحن نحتاج لحملة مستمرة للإفراج عن مصر وليس عن إبراهيم. ندى العمر تقول: كل هذا الإرهاب للطلاب لقمعهم وإخماد الثورة، ولكن مكملين ومش خايفين. يعود المشاهدون مرة أخرى ليربطوا دائما القضايا بالاستمرار في الحراك الثوري. زين، شكرا جزيلا لك عمر. أعود مرة أخرى لضيفي في الاستوديو عمرو عبد الهادي. يعني القاضي اللي حكم على إبراهيم شفنا تاريخه كله إدانة لمناهض الانقلاب العسكري وتسامح وتساور مع كل رموز النظام السابق. هل هي رسالة مطلوب إرسالها فعلا كما يقول أحد المشاهدين؟ أولا هو حكمه على الإخوان وكل الأحكام اللي حضرتك شفتها دي، ده عربون أو يعني تمن بيدفعه للعودة إلى منصة القضاء مرة أخرى بعد أن كان عليه مشكلة كبيرة في القضاء. إنما الحاجة اللي أنا عايز أقولها حضرتك إن هم الحقيقة بالفعل والله يا أستاذ زين هم ما بيسيبوش خط رجعة حتى لو 20% منهم، ال 80% الآخرين لم ينتفضوا أمام هؤلاء. في 2006 انتفض القضاء ضد الانتهاك القضاء، انما فعلا ما فيش خط رجع لهؤلاء. الشعب المصري نفسه خلاص يعني ضاق بيه الحال. تخيل حضرتك لما اقول لك اللي هينزل يتظاهر انا هعدمه، يبقى انت بتقول له ايه؟ بتقول له شيل سلاح وانزل اقتلني وتقتل بالمره. فهو بيحاول يستدعي حاله الارهاب الفرد كمان، يعني هو غبي مش عارف يستدعي، المخ ابو 50% مش عارف يستدعي ارهاب جماعه، فبيستدعي ارهاب الفرد. لو بكره الصبح قال ارهاب والناس فعلا ضاقت وشالت سلاح، هتلاقي عندك مليون مسلح. طيب ولا هيكفيهم الجيش ولا هيكفيهم الشرطه. احمد مفرح، انتم كمنظمه حقوق انسان في الخارج، ماذا تنتوون ان تفعلوا في هذه القضيه؟ طبعا هي قضيه ابراهيم ليست الظاهره الاولى للنقطه التي نتحدث فيها الان، وهي موضوع المحاكمات العادله في مصر. فيعني هناك العديد أيضا من إبراهيم الذين يتعرضون أيضا إلى محاكمات غير عادلة. غدا سنشهد أولى محاكمات السيد خالد حمزة المستشار الحقوقي والمستشار القانوني للإخوان أمام المحكمة العسكرية. المحكمة العسكرية مدني يحاكم أمام المحكمة العسكرية. غدا ستنطق محكمة جناح الساحل في قضية الصحفية سماح إبراهيم وغيره من القضايا. أيضا ستنظر القضية الخاصة بعلاء عبد الفتاح و24 آخرون متهمون بالتظاهر. يعني كل هذه الأشياء هي دلائل واضحة حول ما وصل إليه الحال في مصر، خصوصا إذا نظرنا في الاتهامات الموجهة لهؤلاء.
المحاكمات العسكرية عادت، أشخاص يحاكمون مرة أخرى بتهم وغيرها. كل هذه الأشياء هي مناط نظر كبير جدا لدى المجتمع الدولي الحقوقي. نحن نتحدث عن آليات الأمم المتحدة التي من المفترض أنها يجب أن يتدخل فورا في إيقاف مثل هذه الأشياء في مصر. شكرا أحمد مفرح النشط والباحث في مؤسسة كرامة الحقوق الإنسان. أعود أخيرا إلى المهندس عبد الرحمن عزب شقيق إبراهيم عزب. أنتم كعائلة وحضرتك مقيم في النرويج، هل تنتظرون اتخاذ أي إجراءات إزاء ما يحدث لأخيك؟ وطبعا يعني الإجراءات القانونية بياخدها المحسن البهناسي، يمكن هو أدرى بهذه الأمور، ولكن إحنا لنا المطالب بتاعتنا اللي إحنا بنحاول دلوقتي إن إحنا نضغط فيها. رقم واحد إن الطبيب الشرعي يسرع بكتابة تقريره بعد ما كشف على إبراهيم وشاف الإصابات اللي بيصير من التعذيب. وبعدين تاني حاجة بالنسبة للقضية الثانية اللي هي بالنسبة لنا أخطر من القضية الأولى، يمكن الأستاذ عمرو قال من القضية الأولى حكم فيها غيبان، القضية الثانية دلوقتي اللي هي فيها حيازة الأسلحة ومش عارف اتهامات بقتل مش عارف رقيب وقتل ناس وكلام ده، فنريد إسراع إحالة الأوراق للمحكمة عشان مش عارفين يعني احتمال يحصل يوم تعذيب ثاني. عايزين الأوراق تروح المحكمة عشان مش عايزين. طب أنتوا عايزين بس المحكمة. هل اتخذتوا أي إجراءات؟ هل قدمتوا اي شكاوى لاي جهه يعني في مصر او خارج مصر؟ هو طبعا يعني في بالنسبه لي انا في خارج مصر اتكلمنا مع منظمات حقوقيه، المنظمه العربيه لحقوق الانسان، امنيتي، منظمه العفو الدوليه. داخل مصر يعني صعب يعني. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا عبد الرحمن عزب شقيق ابراهيم عزب الطالب الصيدله الذي ينتظر نطقا بالحكم بالاعدام يوم الاربعاء القادم من القاضي شعبان الشامي، قاضي محمد مرسي، وقاضي إدانة مناهضي الانقلاب العسكري حسب البروفايل اللي زناه قبل قليل. أشكر أيضا ضيفي في الاستوديو عمرو عبد الهادي المحامي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا. وما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد قليل. عيشة بقت أسوأ من الأول، إحنا كنا ننتظر عيشة أفضل، بقت أسوأ. أجيب لك إيه رغيف عيش تاكله دلوقتي؟ ما يتاكلش. المواطن المصري يئن وحيدا في مواجهة جشع التجار بعد نقص السلع التموينية وقلة جودتها. اقتصاد منهار، سياسة بايظة، والأعداء بتوعنا خلاص على وشك إن هم يخشوا علينا. وعندي أربع عيال، أجيب منين؟ هم عايزين البلد تفضل على كام؟ مع كل يوم جديدة تطفو على السطح قضية، تطغى على ما عداها، قضية هنا وأخرى هنا، ولكل قضية ما وراءها. ليه؟ ليه؟ وبالآخر يديني التقرير بانتحار. الناس خايفة والحال واقف والناس عارفين بيه. لو كنت اركب عاتب بلاش الوقت ب 40 جنيه حرام كده. الفلاح عايز يغلي، بتاع المواصلات عايز يغلي، انا غلبان وعايز نعيش. فين الحرية؟ قضية اليوم على الجزيرة مباشر مصر. أهلا بكم من جديد. سلع تظهر في المقررات التموينية شهرا وتختفي شهورا، وأنواع رديئة تصيب مستحقي الدعم بالمرارة، شكاوى متكررة من الزيت المليء بالشوائب والأرز المختلط بالحصى والأتربة. فلماذا لا يحصل المصري على حقه من الدعم؟ وهل يأكل من بطاقة التموين؟ التصريحات الحكومية الوردية لا تسمن المواطن ولا تغنيه من جوع. كان هذا رد فعل إحدى المواطنات في زيارة لوزير التموين السابق باسم عودة لعدد من المخابز بمدينة ميد غمر جنوبي محافظة الدقهلية بعد دخولها منظومة الخبز الجديدة وقتها. هذه المنظومة التي لم تكتمل بعد انقلاب 3 يوليو وتوقف معها الكثير، يعيد وزير التموين الحالي خالد الحنفي الحديث عنها مرسلا بعضا من التطمينات لعموم المواطنين. أهم حاجة لأي مصري موجود الهم اليومي طابور العيش، مين اللي هياخد طابور، مين اللي هيجيب العيش النهارده، مين اللي هيتبهدل في الطابور، ده أهم خسارة
لكن الواقع يتحدث باستفاضة عن أزمات متلاحقة تطال المنظومة الأشمل، منظومة السلع التموينية، فما بين عدم توافرها أحيانا وترديها أحيان أخرى يقف المواطنون حائرين، لا سيما محدود الدخل منهم. كل حاجة باظت، روح أمون، أتعب في السولار، أروح يمين وشمال، أنا حجر على السولار ولا حجر على الجاز ولا حجر على التموين، كل حاجة بقت مختبوه. أنا صعب لحل التموين دوت، وزي ما أنت شايف دلوقتي ما عندهاش بشارة السكر دوت، الحل خالص زي ما أنت شايف دوت، كان علينا نتفرج عشان ناكل من رانش. وكان هذا ردا موجزا لأحد المواطنين عندما سئل عن مستوى خدمات السلع التموينية. غالية زي الزفت، لا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب. هي حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب نقص كميات الزيت المدعم من السلع التموينية التي يتم توزيعها، في الوقت الذي يثار فيه الجدل حول أسعار السلع التموينية ومدى جودتها، في حين تتواصل التصريحات الوردية للحكومة المؤقتة بأن هناك حملة للارتقاء بالمقررات التموينية. زيت عامل زي ما يكون رايح في الزفرة كده، زفرة ليه دخنة كده ومش زي الأول، يعني كان بالأول زيت أبيض كده ورايق وحيد، دلوقتي زيت مسود كده عامل زي بتاع الزيت بتاع العربيات. النهاردة التموين ردينا الزيت الوسخ تاني، يعني احنا عاوزين أفضل ولا أسوأ؟ العيش نفسه اللي بنجيبه من الطابين ما عادش يتاكل، يعني مش عاوز اقول لك البط نفسه مش راضي ياكله. بقول لك احنا بنرد لورا ولا بنطلعه قدام؟ العيش بقت اسوأ من الاول. اذا هي ازمه متواصله تمس ابسط البسطاء من ابناء المحروسه، فهل يكمن حلها في مسكنات ووعود سياسيه زائفه ام دأب ونشاط ضرب لها مثلا وزير يقبع خلف القضبان؟ ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في استوديو مصر الليلة الأستاذ مصطفى عبد الرازق مدير مكتب وزير التموين السابق الدكتور باسم عودة. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ زين. أهلا وسهلا بك. طبعا في انتكاسة حصلت أيام بوشادي الوزير السابق محمد البوشادي، وقال كده وزير التموين الحالي خالد الحنفي، لكن خالد الحنفي بدأ ينزل الأسواق وبدأ ينزل وهو شاب طبعا بشكل يعيد الأذهان باسم عودة لما كان بينزل برضو يتابع الحملات دي، لكن هل هو يسير على خطى باسم عودة؟ والله نحن نتمنى ذلك، يعني الدكتور باسم حتى وبيقول اللي أنا أتمنى الجهد اللي أنا بذلته في وزارة التموين، أنا كنت ببذل هذا الجهد لصالح المواطن المصري الفقير كما كان يكنى نفسه أنه وزيرا للغلابة. فأنا نفسي، إحنا حضرتك لما خرجنا من وزارة التموين ما فيش ورقة طلعت من الوزارة، يعني جميع الخطط اللي أعدها الدكتور باسم عودة في الملفات كلها من تطوير منظومة الخبز لتطوير السلع التموينية لتطوير قطاع التجارة الداخلية لضبط منظومة المواد البترولية، كل ده موجود جوه الوزارة. وأي حد كان اجتهد شوية بس وبص في الخطة اللي موجودة كان هيلاقي ده كله موجود، وده اللي حصل. يعني المنظومة ليه محمد أبو شادي ما اجتهدش ومشي على الخطة أنا حسيت وحقق النجاح اللي كان المفروض يتحقق؟ يعني هو الوزير أبو شادي كان، أنا حاسس له كان كل دوره اللي كان جاي فيه في وزارة التموين اللي هو يمسح بأستيكة كل اللي عمله الدكتور باسم عودة في كل حاجة. أول حاجة جه قال عملها الدكتور أبو شادي، قال لك إحنا سياستنا استيراد القمح وليس زراعته. بعد كده وقف منظومة الخبز الجديدة، بعد كده لغى زيت عباد الشمس اللي كان عامله الدكتور باسم عودة. فرجعنا لما كان. أنا بس عاوز أقول لحضرتك قبل الموضوع، بالنسبة لموضوع الحلقة في السلع التموينية وكده، الواقع كان ايه؟ الواقع حضرتك اللي احنا لما كنا نروح نزور محطة الزيت في اسكندرية اول ما الدكتور باسم تولى الوزارة نلاقي فيها 3000 طن شوائب في تنكات الزيت، والشوائب دي بعد كده بتتباع لمصانع الصابون، يبقى احنا اشترين مستوردين الزيت بالاف الدولارات وفي الاخر نبيعه بجنيهات بسيطة لمصانع الصابون. كان فيها كيس السكر بيروح للمواطن 850 جرام، كان فيها اللي كيس الرز بيروح حضرتك عبارة عن دشيشة للمواطن ما كانش حد بيرضى ياكله، الزيت نفسه ريحته ما كانش فيه مواطن بيقبلها، وده اللي ما ارتضاهوش الدكتور باسم عودة. وده كان الدكتور باسم عودة زي ما يعني كان حلم قبل كده في حل مشكلة البوتاجاز، وقال أنا بحلم باليوم اللي ما بقاش فيه مشكلة في أنابيب البوتاجاز، وحقق الحلم. وجه علينا شتاء اللي قبل اللي فات ما كانش فيه أزمة في البوتاجاز، ولا سمعنا عن قتيل في مصر في أنبوبة البوتاجاز، قال إن شاء الله يوم حياك في شهر 6 كان الدكتور باسم في آخر اجتماع لنا في الوزارة قال إن شاء الله تعالى أنا حلمي الجديد اللي أنا المواطن المصري ينام ومعاه الكارت بتاعه
في انبوبه البوتاجاز، في السلع التموينيه بالجوده اللي انا والكميات اللي انا احتاجها لبيتي، في الخبز اللي انا احترمه كبني ادم اللي انا ادي له رغيف خبز يصلح للاستخدام الادمي. بالنسبه للزيت بالتحديد، ما قيل عن زيت الدكتور باسم ان هو كان صحيح جيد لكن كان اقل. هو حضرتك كانت هو قال الكميه بس حسن الجوده. الكلام ده مش صحيح. احنا المنظومه كانت في القانون موجوده اللي كل مواطن ليه كيلو لحد 4 افراد، وبعد كده بياخد بعد ال4 افراد اضافي نص كيلو على كل فرد. الدكتور باسم قال لا. طب احنا الزيت ده بيحصل فيه ايه؟ عملنا الدكتور باسم كان بيشتغل بخطه، بيعمل بايلوت، بينزل للناس يسالهم، فالناس كلها كانت بتقول احنا زيت التموين ده ما بنستخدموش، احنا في الاخر بنبيعه المحلات الفول والطعميه، ما بنقدرش نستخدمه من ريحته ومن سوء الجوده بتاعته. فقلنا طيب احنا لما نعمل للمواطن زيت يستخدمه بجد، زيت عباد الشمس اللي احنا سميناه زيت خير بلدنا. وبعدين حط حضرتك كمان ايه، قال في الاسر المصريه الفقيره حضرتك اغلبيتها اعدادها كبيره، ما بيبقاش هي 4 افراد، بتبقى 6 و7 و8. فقال كل مواطن بغض النظر عن عدد الاسره ليه ازاده الزيت. فاحنا حضرتك كده ما قللناش الكميه، كان الاول كيلو لكل فرد لحد اقصى 4 افراد، وبعد كده نص كيلو. لا احنا فتحنا للموضوع كده. مش كده وبس حضرتك، كان حضرتك خيال تعلم ان احنا كان عندنا 11 مليون طفل محروم من سنه 2005 من التسجيل في بطاقه التموين. وجه الدكتور باسم بعد ما خد موافقه سياده الرئيس الدكتور محمد مرسي فتح تسجيل المواليد للاطفال المحرومين. ومش كده وكمان وحضرتك الفصل الاجتماعي وتسجيل الزوجات قبل طيب كده. يعني هو الدكتور باسم الحقيقه يعني من الوزراء القلائل اللي مفيش عليهم خلاف كبير بين كتير من القوى السياسيه. انا عاوز اقول لحضرتك بس هو الدكتور باسم وصل لكده لايه؟ الدكتور باسم انا عارفش الزملاء جايبين الفيديو، كان حضرتك بيبقى طالع على المركب بتاعه الزيت بنفسه. طيب في اسكندريه يشوف جوده الزيت. هل ترى في خالد حنفي وزير التموين الحالي تكرارا لنموذج باسم عوده، ولا محاوله لرسم صوره زي صوره باسم عوده؟ انا لا ارى حضرتك في الانقلاب من اوله من بدايته لنهايته هو عب مصر للاسوء. يعني احنا دلوقتي القضيه كلها مش قضيه وزير يجي واحد. الدكتور باسم ما كانش هو قال ان فرد. هو كان في قياده على سياسيه على قمه اولوياته، وان منظومه الخبز اللي كان عاملها وزير التموين السابق محمد ابو شادي كانت فاشله، وان هو هيصلح دوت، وبدا يعمل منظومه جديده تنضم اليها المحافظات بالتدريج زي المنظومه اللي كان عملها. عايز انساب الفضل لاهله. يعني الدكتور باسم لما كان بيجي يتكلم كان بيقول انا بكمل على خطى فلان. الكلام اللي بيقوله مع احترامي الشديد للوزير خالد حنفي، كل اللي هو بيقوله دي منظومه الخبز اللي عملها الدكتور باسم عوده، من اول تحرير سعر القمح، من اول تحرير سعر الدقيق، من اول موضوع الدعم يبقى على المنتج النهائي للرغيف، مش على شكاره الدقيق. طيب رايك ايه السبب نقص المواد التموينيه؟ هل هو بسبب اضرابات عمال النقل، بسبب اضراب كان في اضراب عمال شاحنات، كان في اضطرابات، هل هذا هو السبب، ولا ايه السبب في نقص المواد التموينيه وعدم جودتها؟ هو بس حضرتك في البدايه اللي كان بيحصل ايه اللي احنا شفناه، هو كان في فساد موجود في الـ في الـ في, الـ في السلسله كلها. حضرتك المسؤول على توزيع السلع التموينيه هي الشركه المصريه والشركه العامه، دول تابعين للشركه القابضه للصناعات الغذائيه التابعه لوزاره الاستثمار. اللي كان بيحصل كالاتي، كان بيروح البقال يصرف حصته ويقولوا له ما جاتش وما فيش، مفيش متابعه، وبعد كده بتتباع في السوق السوداء، بتتباع بعد كده كلها في السوق السوداء، والبقال ما بياخدش الحصه بيديها للمواطنين. والنظام ده رجع تاني. النظام ده رجع تاني حضرتك، اللي كان بيحصل الدكتور باسم كان يوميا يتابع التنفيذات في كل محافظه، بل ساعات في كل مركز كان بيتابع التنفيذ في كل محافظه وكل مركز، وكان بيتصل بيه ساعات يوميا، يتصل بوزير الاستثمار يقول له التنفيذ في المحافظه الفلانيه في الرز قد كده، والتنفيذ قد كده، والتنفيذ في الزيت قد كده، والتنفيذ في السكر قد كده. الدكتور باسم كان مشغول بالمنظومه كلها ككل. طيب مش بالسلع بس، بالتنفيذ. هي دي نصايح للوزير الجديد يعني دون بشكل غير مباشر، لان هو الحقيقه منظومه التموين اللي بتاثر بيها المواطن الغلبان، وزي ما حضرتك قلت ان انتوا تركتوا كل الخطط بتاعتكم في وزاره التموين، لانه من المهم ان ينجح اي وزير تموين. هو الدكتور باسم لغايه وقتنا هذا يا استاذ زين مهتم بالامن الغذائي للمواطن المصري. يعني حضرتك الامن الغذائي للمواطن يعني لازم انت تنتج اكثر من 70% مما تحتاج، وده كان خطه الدكتور باسم حتى لما كان بيتكلم في القمح، وكان بيتكلم ازاي هنوفر على مدار السنين احنا نعمل اكتفاء ذاتي من القمح. من اول القمح اللي كان بيترمي حضرتك في الشوان الترابيه وبيتهدر 15-20% منه، لغايه الدقيق اللي بيروح بيتهدر منه 50% في السوق السوداء. نشوف ايضا مشاهدينا ايه رايهم في نقص السلع التموينيه، وهل تاثروا بيها ولا لا.
وعدم جودتها حسب ما جاء في التقرير. نشوف مع الزميل عمر فياض. تفضل يا عمر. المشاهدون أيضا اتجهوا لنفس النقطة وهي مقارنة الوضع بأيام الدكتور باسم عودة والوضع الحالي. دعني أستعرض هذه الآراء التي جاءتنا بداية من على فيسبوك. ريم تقول لكم الله لأن اللي كان عايز يوفر لكم سلعة تموينية بجودة عالية في السجن الآن. أما عن أمير يقول فقراء مين وجعانين مين، هم مش عارفين أنهم نور عينين السيسي ولا إيه. أما عن المهندس لؤي يقول وعلى رأي جزيرة محدش مطلع للغلبان، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا برومو يذاع في القناة في الفواصل. أما أحمد يقول على الأقل عملوا اللي مرسي ما عملوش، من الشهر اللي جاي هيصرفوا على كل طاقة تموين 50 صباع كفتة. هذا المشاهد. ننتقل إلى تويتر. بالإيدز بقى ولا من غير إيدز؟ إن شاء الله من غير إيدز. حسن يقول بعد لما الدكتور باسم عودة جاب لنا الزيت الأدمي دلوقتي رجعوا لنا زيت المواتير مرة تانية. أما عن الدكتور عاطف يقول كانوا بيقولوا الإخوان بتوع سكر وزيت، طب فين دلوقتي الكافيار والبيتي فور منكم لله؟ هكذا رأى المشاهدون الوضع. طموح جدا، كانوا ينتظرون البيتي فور والكافيار. يبدو عايز كافيار وبيتي فور كمان. شكرا جزيلا عمر فياض، واشكر ايضا ضيفي في الاستوديو. قبل ما انهي بس انا عاوز اهني الدكتور باسم، النهارده يوم ميلاده وهو في يعني يقطع خلف القضبان، وبقول له ان شاء الله دكتور يوم ميلادك القادم تبقى في مكانك لخدمه الشعب المصري اللي انت وهبت وقتك وجهدك ليه، والناس حاسه دلوقتي بجهدك. والدكتور باسم عوده هو والشرفاء مثله في وزاره الدكتور هشام قنديل، هو دكتور هم خلف القضبان والوزراء اللي كانوا بيرتشوا وهم اللي في الحكم. شكرا جزيلا لك مصطفى عبد الرازق مدير مكتب وزير التموين السابق باسم عودة. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام مصر الليلة، وقدمنا لكم ككل ليلة 4 موضوعات نطرحها ونسردها في مياه. بعد نحو شهرين من تأجيل الدراسة، طلاب الأزهر يتحدون أو يتحدون الإجراءات الأمنية ويستهلون فصلهم الدراسي الثاني بانتفاضة جديدة. على وقع صراخ وبكاء ومشاهد درامية، قوات الأمن ترحل بالقوة عشرات الأطفال المعتقلين بالإسكندرية إلى مؤسسات عقابية سيئة السمعة بالقاهرة، وتعتدي على الأهالي والمتضمنين معهم بالغاز وخراطيم المياه. حملات واسعة للتضامن مع إبراهيم عزب طالب الصيدلة الذي يحاكم بتهمة الإرهاب. الأربعاء النطق بالحكم بعد إحالته للمفتي. القانون يفرض إعادة المحاكمة، فهل يفاجئنا القاضي بمسار مختلف؟ العيشة بقت أسوأ من الأول. إحنا كنا ننتظر عيشة أفضل، بقت أسوأ. أجيب لك رغيف عيش تاكله دلوقتي؟ ما يتاكلش. المواطن المصري إنه من جديد وحيداً في مواجهة جشع التجار بعد نقص السلع التموينية وقلة جودتها. حتى ليلة مصرية أخرى وسهرة نتمنى أن تكون أفضل من سابقتها. نترككم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء.